من فريق العمل من المخرج فرانسوا زيادي ومني مساء الخير إلى كل مشاهدي الام تي في بلبنان وبالعالم وحلقة جديدة بموضوعية نيابيا وحكوميا وأمنيا وحدوديا إنها المهزلة نيابيا أولا الستون مات سريريا الأرثوذكسي دفن المختلط لم يعش أكثر من 24 ساعة وفي النتيجة سيعود الجميع إلى التمديد صاغرين مستسلمين بعدما كانوا رفضوه ولعنوه وأبلسوه وشيطنوه حكوميا هل من يتذكر أننا نعيش منذ شهرين تقريبا في ظل حكومة تصريف أعمال بل هل من يتذكر أننا ننتظر تأليف حكومة جديدة لكن كيف نتذكر وتتذكرون طالما أن المسؤولين عن التأليف يبدونهم وكأنهم لا يتذكرون أمنيا تفجرات في طرابلس اهتزازات في صيدا وصواريخ في الضاحية فمن يحمي من ومن يقاتل من وهل أصبح الأمن مجرد خطب فارغة على أثير الإذاعات وعلى هواء التلفزيونات حدوديا حزب الله قال بصريح العبارة السبت الفائت وبلسان أمينه العام الأمر لي أما الدولة التي قال عنها السيد حسن نصر الله إنها أعجز من أن تحمي جنازة فبدت أعجز من أن ترد عليه ولو بكلمة واحدة فانطلاقا من كل هذه الصورة غير الزاهية إلى أين يتجه الوضع اللبناني وهل صحيح أننا دخلنا زمن المواجهة الكبرى وإلى متى يستمر هذا الزمن وما النتائج المترتبة عنه وفي المباشر هل تكرس التمديد اليوم وهل التمديد لمجلس النواب سينسحب في النتيجة على التمديد لرئاسة الجمهورية طالما أن الأزمة اللبنانية ممددة لها بحكم الأمر الواقع الليلة من بكفية سنقارب كل هذه المواضيع في لقاء مباشر مع منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب اللبنانية النائب الشيخ سامي الجميل ونشير قبل بدء الحوار إلى أننا نتلقى أسئلتكم ومداخلاتكم عبر تويتر وفيسبوك والموقع الإلكتروني للبرنامج كما أن الحلقة تبث بالتزامن على أثير إذاعة صوت لبنان صوت الحرية والكرامة وعبر الموقع الإلكتروني لحزب الكتائب اللبنانية كتائب.org مساء الخير شيخ سامي مساء النور استاذ وليد ومساء الخير لكل اللبنانيين شكرا لك ومبروك على الترشيح هلا يعني مثل ما بلغنا انه قدمتوا ترشيحات من شي 10 دقائق تقريبا بوزاره الداخليه نعم و20 ترشيح دفعه واحده نعم للاسف ليه للاسف للاسف لانه عملنا كل شيء تما نوصل لهم وحذرنا وقلنا من الاول انه هيدا القانون أو هالانتخابات إذا بدها تصير هي كارثة كارثة على الديمقراطية في لبنان لأنه عم نعمل انتخابات بجماعتين كارثة على القانون وعلى الدستور لأنه خالفنا بتحديد انتخابات بعد ب 16 شهر كل قانون الانتخابات وكل أصول الانتخابات لأنه هيئة الإشراف مثلا مش محطوطة بالقانون هيك للتسلية هي معمولة كرمال تضبط الانفاق الانتخابي تضبط الاعلام تضبط المصاريف هيدي مش هيك هالمهل يلي عم ينحكى عنها مش ما انحطت للفرجة نحن اليوم مخالفين اذا مشينا بانتخابات ب 16 شهر مخالفين تقريبا 30 مخالفة للقانون ولا مشيتوا يعني ما دام القصه مخالفه بمخالفه لا مشيتوا بشغله ما كنتم مقتنعين فيها لانه شايف البلد اليوم والقيمين عليه عم بيتعاطوا بمنطق وبالقانون وتطبيقا للدستور بكره بياخذوك على انتخابات بياخذوك على انتخابات اذا انت برا منك قادر ولا تحكي ولا تطعن ولا تواجه نحن ما بنهرب بدهم يهربوا هالانتخابات تهريب حاولنا نحن هال 48 ساعة اعطينا مهلة للكل انه خلونا نعمل خطوة جريئة لمواجهة هالانتخابات ما حدا سمع من 48 ساعة اطلقت نداء من هون
كرمال كلنا سوا ناخذ خطوه مشتركه، نرجع على الوحده، نرجع على وحده لقاء بكركي، نرجع كمسيحيين نقول لا وندوي نداء لكل اللبنانيين يرفضوا هذه المهزله يلي اخذيننا عليها هذه الحكومه يلي هي عارفه انه هذا القانون يطعن فيه ولكن عم تهرب من مسؤوليتها، ما بدها تقول انه هي منا قادره تعمل انتخابات، بدها تكبها على غيرها وكل واحد بكب المسؤوليه. بس هي محققه بهالشيء، يعني هي عم تقول انه اجرائيا قادره، يعني عم تتحمل مسؤوليتها على، بينما مش بنعرف انه مجلس النواب شيخ ما تحمل مسؤوليتها تطبيق القانون، هي هل عم بتطبق القانون؟ هي عم تخالف القانون. بس كمان لا ما كان مسؤوليتكم انتم كمجلس نواب انه تنجزوا قانون انتخاب لحتى الحكومه تقدر تتصرف افضل من هيك؟ خليني اقري لك. جرايساتي، تشكيل هيئه الاشراف على الانتخابات هي محاوله لجعل 60 نافذه. عبود، لتكن جلسه الحكومه اليوم الاخيره اذا اصرت على تشريع قانون الستين. عبود، من يريد هيئه اشراف على الانتخابات فليقدم قانون انتخاب توافقي. ما ننسى مين يلي وقف هالانتخابات. يعني عم تحكي عن وزيرين تكتل التغيير والإصلاح، بفهم يوقفوها قبل شرط أنه ما يمشوها اليوم، شرط أنه يجي يقولوا إيه نحن عنا مشكل أنه القانون الانتخابي الحالي هو قانون ما بيأمن التمثيل الصحيح، هو قانون غير مسائي ونحن بنرفض نروح على الانتخابات على أساسه، مشان هيك نحن رح نعطل هالعملية كلها ونروح للآخر، بس نجي منعطل نرجع بعدين منخالف القانون ونرجع عم نمشي قبل بجمعتين الانتخابات. لأنه بمنطق العماد ميشيل عم بيقول في السيء في الأسوأ وفي الجريمة. السيء هو قانون الستين، الأسوأ هو المختلط، والجريمة بالنسبة له ذهاب البلد إلى الفراغ الذي يؤدي إلى المجهول. نرجع لوين؟ أسود، لتضامن المسيحيين بوجه من يريد الترشح على أساس قانون الستين. كنعان، نحن مع أولوية الانتخابات ولكن بالطبع ليس وفق قانون الستين. كنعان، لن نقبل أن يحرق الأرثوذكسي ويعود الستين مهما كلفنا ذلك من تضحيات. أنا عون، هناك قوة تناور وتحاول فرض قانون الستين علينا كأمر واقع. فريد الخازن، لا يمكن تمرير قانون الستين بالتسلل ولن نترشح على أساسه. خي والله مش يعني نرجع شو كنا عم نحكي، نرجع على اللي قالته بكركي. اخي ما ليش نبعد ونروح انه بثلاثة نيسان، ليش نرجع على اللي قالته بكركي؟ نرجع على الاساس انه ممنوع ترشح على اساس 60 وهذا القانون غير مسائي. ليش عم نرجع لورا؟ لانكم فشلتوا. ليش عم نرجع لورا؟ لانه فشلتوا. لا هيدي معركه فتحت، يعني ان كان على الصعيد المسيحي كان في فشل، وان كان على الصعيد اللبناني كان في فشل. يلي عم يرتكب اليوم بيتحملوا مسؤوليته كل يلي رفضوا انه يمشوا بالمسار الديمقراطي الطبيعي يلي هي مناقشه ثم تصويت. يعني مين عم بتحمل؟ مناقشه ثم تصويت. الرئيس نبيه بدري؟ لا، في مسار. خلينا نرجع على المسار كيف بلش. مسار انه وصلنا لمحل، تما ارجع على كل العديه القديمه يلي صاروا المواطنين حافظينها، رجعنا على محل يا جماعه طلع رئيس بري بالجلسه قال ما رح نجي نفرض قانون على حدا، بدنا نفتش على قانون توافقي اساسه المختلط. رحنا على اللجنه الفرعيه، قعدنا نشتغل على هذا الموضوع فتره طويله، صار في خلاف بوجهة نظر، ما قدرت وصلنا على توافق. كان من المفترض بوقتها نروح على المجلس النواب كل واحد يعطي وجهة نظره، نصوت على قانون جديد ونخوض الانتخابات. مين منعكم؟ على أساس قانون جديد. مين منعكم؟ يلي صار هو التالي، رئيس نبيه بري لم يدعو. يلي صار أنه الرئيس بري ما داعي لجلسة لسبب أنه في طرف منه قبلين وفي طرف تاني مش قبلين الطرح الآخر وفتنا بكل هيدي الدوامة. بس عمليا أستاذ وليد ما نضيع الناس بالقال وقيل كل يلي نحكى، نرجع على الأساس الحياة الديمقراطية كيف تمشي. أول شيء من المفترض كان أنه قبل بست أشهر من الانتخابات يوقف السجال على موضوع قانون الانتخابات، ولازم هيدي يمكن وقت نحل كل هالمعضلة تنحط بالدستور أنه لازم قبل بست أشهر أقفال باب النقاش حول موضوع الانتخابات وبيمشي القانون يلي بيكون وصلنا له قبل بست أشهر من الانتخابات. هذا الشيء أكيد ما حصل. انطلاقا من هون كان مفترض نمشي بالقواعد الدستورية والقانونية.
أنه خير يعني التصويت، نروح على التصويت كل واحد يتحمل مسؤولية. طب اليوم كنت عند الرئيس نبيه بري، هل قلت له هالكلام؟ قلت له هذا الكلام. الرئيس بري اليوم معتبر أنه نحن صرنا بمرحلة جديدة، وأنا بفهمه يعني بفهم في تغير النظام اللبناني من 5 سنين لليوم، صار في قواعد جديدة، قاعدة التوافق على أمور ما بدها توافق بالمبدأ بالدستور، في كتير أمور بالدستور ما بدها توافق، مثل قانون انتخابات يصوت عليه بال50+1 مزبوط بالقانون هيك، أصبح اليوم قانون انتخاب توافق. صار بده توافق. طيب عمليا هل نحن جاهزين؟ دستورنا جاهز كرمالتا يواجه هيك عملية؟ لا. نحن من الأول عم نقول أنه نظامنا بده تطوير، لأنه عارفين رح نوصل لهون. نحن وقت كنا عم نحكي ما كنا عم نحكي هيك تنزايد، نحن عارفين أنه لبنان اليوم بحاجة لتطوير نظام السياسي كرمال ما نوقع بحالة فراغ مثل اللي وقعنا فيها اليوم على صعيد الحكومة وعلى صعيد قانون الانتخاب. يعني رئيسنا به أنه جاوب أنه نحن اليوم بمرحلة جديدة وبالتالي لازم ما جاوب هيك. هلا انا مش عم بقول مش عم بحكي عن لسانه، بس عم بحكي المنطلق العام اليوم الموجود، انه اذا الشيعة رافضين قانون ما بيمشي، اذا المسيحيين رافضين قانون ما بيمشي، اذا السنه والدروز رافضين قانون ما بيمشي، اوتوماتيكيا اليوم فتت بمعضله مسائيه، وهيدي المعضله المسائيه ما لها حل بالدستور، وهي اذا بدك خروج عن الدستور، هيدا اذا بدك اجتهاد للدستور يلي عم نشوفه اليوم. وعمليا بوكل البلد، بس بدك ترجع على الاسباب، الاسباب هي الازمه السوريه. الاسباب هي انه ما حدا اليوم بده يقطع قانون ممكن يخسر فيه نقطه على السطر، وخلي تمام اللبنانيين يضيعوا لانه كثير لبنانيين مش فاهمين شو صار. انا وضحت شو صار وراح اوضح لهم شو صار. يلي صار انه ما حدا مستعد يمرق قانون انتخابات فيه غموض، بالوقت يلي من الاول جينا قلنا بدها قانون تيكون مقبول لانه ما حدا يعرف اذا خسران او ربحان تما يعطل. طلع حتى هيدا الغموض مش مقبول، طلع حتى الغموض منه مقبول لانه ما حدا مستعد اليوم بالازمه السوريه يسلم البلد للتاني. بس الستين يوم ما بيخلي الكل انه يعرفوا حاله، الستين يلي رايحين كلكم عليه الليله، بالنتيجه ما بيخلي ينعرف مين ربحان ومين خسران. 60 بيترك الوضع على ما هو عليه، وبيبقى الكوارث مثل ما هي، وبيبقى الطبقة السياسية الحالية مثل ما هي. منسكر الباب على كل الناس الطامحين أنه يزبطوا هذا البلد يقدروا يعملوا حملة انتخابية، عم نسكر الباب على المجتمع المدني يلي كان حابب يخوض هذه المعركة، عم نسكر له الباب نقوله ممنوع أنت تعمل انتخابات، عم نسكر الباب على الأحزاب الجديدة يلي عم تطلع أنه أنتوا كمان ممنوع تعطوا انتخابات، عم نروح نسلق الانتخابات سلق بقانون غير مسائي بيضرب التمثيل المسيحي وبيضرب كل شيء نحن كنا عم نناضل ضده من 6 أشهر ومن سنة لليوم ببكركي وبالإجماع المسيحي، عم نجي نضربه كله ونروح على انتخابات تهريب مطعون فيها، عم نسكر الباب. هلا قصة المغتربين، قصة المغتربين تبعتها انت، قصة المغتربين. بس في قضية انه هم ما في تناقض بموقفكم، يعني اطلاق كل الصفات السيئة على هالقانون على هالانتخابات وانتظار للحظة الأخيرة لحتى رحتوا، وبالنتيجة مشيتوا بهذا الأمر السيء. أكيد مشينا بالسيء، لأنه مش رح نعطي هالهدية لحدا. أستاذ وليد يلي فكروا أنه الكتائب والله رح تيجي تكب حالة برا، غلطان كتير. نحن هون ورح نعطي موقفنا ورح نضلنا عم نقول الحقيقة وما رح نترك ساحة لحدا. نحن منعتبر أنه بهيدي الفترة لعبنا دور إذا بدك ضمير معين كان عم يحكي باسم حزب الكتائب، هيدي ما رح نتركها. هي نحن أعطينا فرصة لمقاطعة شاملة، مقاطعة لوحدنا شو بتفيد؟ إذا نحن كبينا حالنا برا وكله مشي بتكونوا سجلتوا موقف كمان، سجلنا موقف للتاريخ وتركنا الساحة. لا حبيبي ما رح نترك الساحة. نحن دعينا الكل ناخد موقف مشترك، لأنه المقاطعة لوحدنا ما لها قيمة، المقاطعة لها قيمة لو كلنا سوا بلقاء بكركي أخذنا موقف وقلنا كلنا سوا بدنا نقاطع، وهالمرة ما حدا يقارن بال92. 92 كان الاحتلال السوري موجود، كانت الأحزاب شيء منفي شيء تحت الجهار، كانت الحواجز السورية بكفية وبعين علق، أكيد بوقتها كان غير ظروف. أما اليوم ما بقى حدا بيقدر يتجنب، ما عاد حدا بيقدر اليوم يمشي بلا الطرف المسيحي بالبلد. اليوم المقاطعة أنا برأيي لو كلنا سوا بلقاء بكركي وكل الأحزاب أخذت قرار المقاطعة مثل ما نحن ندينا من 48 ساعة، ولو سيد بكركي أخذ موقف أنه لن نخوض هذه الانتخابات تحت قانون 60، هذه الانتخابات ما كانت حصلت. بس وقت اللي أطلقت النداء كان كثير من الترشيحات قدمت كمان، لا لا لا، يعني البعض قال له أنه إجا هذا النداء متأخرا. كان فينا كثير منيح نحن
الكل يسحب ترشيحاته ونرجع كلنا سوا نكمل هالمعركة مع بعضنا. بلشناها مع بعضنا بدنا نكملها مع بعضنا. ويلي ضرب هذا القانون ويلي ضرب الانتخابات هو فرفطت اللقاء بكركي فرفطت المسيحية. بس في حقيقة بلشتوها مع بعضكم أو من الأساس على زغل يعني لا. وكأنه كل فريق عم بيجرب يربح على حساب الفريق الآخر والكل تحت عباءة بكركي وأنه إيه كلنا منسمع كلمة سيدنا الضطر وماشي. بلشناها مع بعضنا كتير منيح واشتغلناها كتير منيح وبالآخر فرطت. بالآخر فرطت. لكن الأساس مبنية برأيي على أنا زغل. أنا برأيي غياب سيد بكركي كان له دور كتير سلبي لأنه لو كان موجود هون كان قدر يرجع يضبط كل هالعملية. وأنا كنت متأمل لليوم وكنت ناطر موقف بكركي اليوم وحزب الكتائب كان ناطر موقف بكركي اليوم لأنه كنا متأملين أنه يطلع هذا الموقف من بكركي. بيان المطان الموان اليوم خيب لكم أملكم؟ ما خيبنا أملنا بس أنه نحن كنا متوقعين شيء أعنف من هيك. يعني في خيبة أمل إذا بدك. طيب شيخ بالنسبة للقاء اليوم لأنه هيدي انكسارة كتير كبيرة وهذه الانكسارة لكل المسيحيين مش للكتائب أو للقوات أو للطيار أو للمستقلين أو كل المستقلين كل المجتمع المدني كل المسيحيين القاعدين ببيوتهم يلي تأملوا أنه بعد 23 سنة من الغبن يقدروا يوصلوا اليوم سنة 2013 ويعملوا قانون انتخابي يأمنوا تمثيل صحيح ويرجعوا شركاء بالبلد شافوا أنه هذه الوحدة يلي راهنوا عليها ويلي انبسطوا فيها بمحل معين وصلت وتفرفطت بس هلأ وللأسف عم نروح أبعد من الفرفطة بس هلأ الستين شيخ عم يصور وكأنه كتير سيء بالنسبة للمسيحيين علما بال2008 2009 صور وكأنه استعادة نوعا ما لحقوق المسيحيين يعني بزمن الوصاية وقبل ما يطلع قانون الستين كان حلم بالنسبة إلى المسيحيين قانون الستين جواب وقت تنتقل أنت من 15 نائب ل34 أكيد رح تنبسط عم بتزيد تتشوف قدي كان الغبن يعني كنت انت 15 نائب يلي هن انتبه بوقتها كان في فقط نواب كسروان جبال متن هول هن كانوا نواب مسيحيين هذيك الفترة الباقيين كلهم كانوا ضايعين ببلوكات كبيرة وانت بتعرف كيف قانون غازي كنعان قسم الدوائر اكيد وقتها تنتقل من 15 نائب ل34 بدك تزقف وتهلل بس هذا هو طموحك انت اليوم طموحك ترد الشراكة الحقيقية فأكيد بقانون الستين اعتبرنا حالنا عملنا خطوة إلى الأمام ولكن اليوم سنة 2013 بنطلع لورا منقول أكيد مش هيدا هو طموحنا مين المسؤول عن يلي وصلتوا له على الصعيد المسيحي قبل ما نحكي على الصعيد اللبناني يعني مين بتحمل مسؤولية فشلكم كلجنة ببكركي بتعرف شو أكبر كارثة عم نعيشها اليوم هي شو. الجواب على هذا السؤال يعني ما فيك تجاوب لا أكيد رح جاوب جواب على هذا السؤال عم بيصير بالتخوين وهيدا التخوين عم بيرجعنا على أيام سوداء وهيدا التخوين لازم يوقف خلصنا تخوين مين خان المسيحيين ومين خان المسيحيين ورجعنا على منطق هذا وعم نذكر بعضنا وعم ننبش قبور وعم نرجع على أسوأ مراحل قطعوا فيها المسيحيين ذكر فيها الناس قديش نحن عاطلين بحق بعضنا بهذه المرحلة وقتها هذه القصة في مسار كل واحد عطى موقف كل واحد بيتحمل مسؤولية موقفه كل واحد قدام الرأي العام لازم يكون بكرة بالانتخابات بده يتحمل مسؤولية الشيء اللي عمله مين برأيك عم بيخون مين؟ الكل عم بيخون الكل عم نسمع غير تخوين صرنا جمعة عايشين على التخوين مش عم نسمع شي تاني من 15 أيار يعني من وقت الجلسة مش عم نسمع شي تاني لازم يوقف هذا الكلام مسؤولية مين؟ كب مسؤولية على بعضنا وكل واحد بيكب على التاني وكل واحد بيخون التاني يا جماعة ها مسؤولية مشتركة كلنا سوا مسؤولين فيها هالقصة كقوة مسيحية هل تعتبر إنكم فشلتوا؟ هل تعترف بالفشل؟ بعد ما وصلنا على الفشل عنا بعد جمعة لسحب الترشيحات عنا جمعة لمواجهة هذا القانون السيء ونرجع نفتح مجال لوحدة حقيقية بعد ما وصلنا على الفشل يعني إن شاء الله ما نوصل يعني عم تدعي الأطراف يلي شاركت بلقاء بكركي إنه تسحب ترشيحاتها نحن أول ناس بكرة على بكرة بدنا نرجع على وحدة بكركي كلنا سوا ناخد موقف مشترك هذا الموقف ما بيتاخد ولا الكتائب لوحدهم ولا القوات لوحدهم ولا الطيار لوحدهم ولا المرادة لوحدهم هذا موقف بناخده كلنا سوا مثل ما بلشنا هالمعركة كلنا سوا بدنا نكملها كلنا سوا مش هيك
مش بالتخوين ومش بكل واحد كب مسؤولية على التاني. حين الوقت هذا يعني الموضوع يعني عم تدعي إلى اجتماع جديد بالكركي؟ أكيد. أنتوا والمستقلين؟ الكل. الكل كل الأطراف. كل كل نرجع نرجع يا بس جميل. البطلق مسافر بكرة. لجواب؟ شو بتشوف؟ بتمنى عليه بتمنى عليه من كل قلبي أنه يأجل هالسفر. شو بدي أقول لك؟ عودة إلى لقاء. بدي أتمنى عليه. عودة إلى لقاء اليوم مع الرئيس نبيه بردي. شو حسيت انه في انتخابات او البعض قالوا انطلاقا من جو اجتماع وما تردد عن هذا الاجتماع انه اكد لك الرئيس بري انه ما في ابدا انتخابات وبالتالي العمل جار على تمديد لسنة ونصف على الاقل. مين قال لك انه قال لي هيك؟ عندي اجواء عندي معلومات. انا ما بفشي عن ما بفصح عن الاجتماعات يلي بعقدها يعني الا اذا زي اللي كنت مجتمع فيه هو بده يحكي وانا ما بحكي. لا طلع اجواء هيك بعين الثاني يعني عملي ما بقول عنك يعني. انا اخر 48 ساعه اتصلت ببكركي اتصلت بكل الاحزاب المسيحيه وحاولت اخر مبادره تنحافظ على وحده الصف بهيدي العمليه ما نجحت. طب هيدي بالنسبه لصراحه ما بس شعورك بالنسبه للانتخابات ككل؟ شعوري وصلنا لمحل خلص وصلنا على كب المسؤوليات على بعضنا وللأسف رجعنا نسمع كلام مش حلو يعني رجعنا نسمع كلام مش حلو وعم بيطال كل ورجعنا فلتنا يعني على بعضنا. في انتخابات شيخ بال 16 حزيران؟ والله بتمنى لا بتمنى لا كرمال الديمقراطية بلبنان كرمال تداول بالسلطة بلبنان كرمال كل المسيحيين يلي ناضلوا يلي تأملوا أنه رح يتمثلوا بشكل صحيح من خلال هيدي الانتخابات كرمال المستقلين والناس يلي كانوا بيطمحوا يعملوا معركة مثل الخلق ويعرفوا الناس عليهم كرمال كل هالناس كل هاللبنانيين يلي متعطشين يخوضوا معركة انتخابية نزيهة وطبيعية كرمال كل هالناس بتمنى ما يصير في انتخابات ب 16 شهر بتمنى انه يصير في جلسه تشريعيه باسرع وقت ينقر قانون جديد ونحدد انتخابات بعد شهرين بعد 3 اشهر بعد 4 اشهر اللي هي بس ما نروح بهيدي المهزله. معك خبر شو صار بالاغتراب؟ ايه بالنسبه للقانون خليني انا خبرك شو صار بالاغتراب وانا اشعتها من 6 اشهر وانا الوحيد يلي دعيت اللبنانيين برا ما يتسجلوا لانه عارف رح نوصل لهون. طب ما يصير في لعبه انا عارف شو رح يصير لانه كل يلي تسجلوا انشطبوا هون وتسجلوا برا هلا تبين انه في بس ثلاث بلدان رح يصير فيهم انتخابات معك خبر او ثلاث اقليم اليوم بين ملبورن سيدني والكويت مزبوط اليوم اعلنوا من اصل 10000 زلمه مسجل بالخارج في 1900 رح يقدروا ينتخبوا يعني 8000 تسجلوا برا ما رح يقدروا ينتخبوا ليه قال حطوا مينيموم لازم يكون في 200 واحد من كل دايره انتخابيه بكل قلم يلي هن ما توفرت لانه عارفها رح تصير مسخره والله يستر هلا هول الناس يلي تسجلوا هال 10000 اللي تسجلوا برا بدنا نروح نشوف اذا موجودين على لوائح الشطب اليوم او لا. عم ندمر ديمقراطيتنا والمؤسف بالقصه انه كل المسؤولين بالحكومه بيعرفوا انه هيدي الانتخابات غير قانونيه وقرروا يكروا هيئه الاشراف ويمشوا الانتخابات ويحددوا الموعد بس تيشيلوا المسؤوليه عن طبعا ظهره. واذا انتم عارفين يا عمي شو هيدا يا عمي شخصي. مين قال لك قد مطعم مين قال لك ما رح نقدم قال لك ما رح نقدم فايتين لتقديم طعام نحن رايحين بهالمعركه للاخر نحن معركه اسقاط الستين التزمنا فيها تجاه الناس ومكملين فيها للاخر بس اذا مثل العاده بدهم يفرضوا علينا الامور ما رح نخاف من 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 خوض المعركه رح نخوضها ما رح نكب حالنا برا وما رح نعمل هالهديه لحدا بس نحن اكيد رح نخوض هذه المعركه للاخر لاسقاط هذا القانون وبنتمنى صحوه من كل القوى انه ترجع الى عمليه الوعي ما نروح على انتخابات مطعون فيها وما نروح الى انتخابات غير نسائيه وما نروح الى انتخابات بتدمر الحياه الديمقراطيه بلبنان. طيب ما دام عم نحكي عن مواضيع انه العوده الى الهيئه العامه ماريو الحلو بيسال اذا وصلنا الى التصويت على قانون الانتخابات على اي قانون تصوتون الارثوذكسي المختلط او التمديد؟ انا اللي بتمناه انه كل المسيحيين يتفقوا على نفس القانون وانا شو بدنا من كل لا 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 لحلك حزب الكتائب لا لا رح ارجع لك معلش روق ايه نحن اللي خربنا انه انقصمنا
هذا اللي خربنا شيخ. هلا اوقات اوقات الانقسام دليل ديمقراطية. هلا منه خراب يعني الانقسام منه خراب. معلش خليني اقول لك، في اليوم طرفين بالبلد، في الشيعي من ميل والسني والدرزي من ميل تاني. كيف حطيت الدرزي مع ميل السني؟ خي لانه بموضوع الانتخابات، موضوع الانتخابات هيك كان الاصطفاء. اي انون ما فيه وجود لكل هالقوى هاي ما رح يمشي، شفناها رح نرجع نشوفها وحاجة بقى نضيع وقتنا ونمشي بالمزايدات. ولا الأرثوذكسي رح يمشي بغياب السنة والدروز والرئيس بري ما رح يدعي لجلسة، كانت لعبة أعصاب كل هالقصة. مين بيفرط قبل حاجة بقى نروح بالمزايدات؟ كلها كانت لعبة هاي. آخر النهار كنا وصلنا على الجلسة، الرئيس بري ما كان رح يمشي لأنه ما كان رح يقبل يصوت بوجود بغياب السنة ودروس. خلونا نرجع يا جماعة بعيدا عن المزايدات، نلاقي قانون يرضي الجميع، بالأخص يكون عليه إجماع مسيحي، لأنه الكل تعهد أنه الإجماع المسيحي الكل رح يمشي فيه. نرجع على هاي قوتنا، نرجع على قوتنا. شيخ سامي البعض بيقول نرجع أنه وقت الرئيس نبيه بذي اتضح الشعار لأنه عارف أنه المسيحيين ما بحياتهم توحدوا حول أمر، وبالتالي لن يتوحدوا حول قانون انتخاب. طلع أزكى منا كلنا، ما أنا مبينة. طلع أزكى منا كلنا مبينة أنه معروفة. احنا كنا متأملين أنه ماشيين للآخر مع بعضنا متضامنين، وصلنا لمحل فرطنا. طب توحدوا، خلينا خلينا توحدوا، خلينا نقول للناس الحقيقة. بس هلا عم بتقول انه لا السنة ولا الدوز مشوا، بالتالي ما حدا رح يمشي. لا فرطنا بالاخر. فرطنا. مين فرط؟ فرطنا فرطنا تفرفطنا تفرفطنا بالاخر. مين تفرفط؟ في 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 مسار حصل. هيا نرجع على المسار شو صار. بعد ما وقفت لجنة الفرعية كان بكل فترة اللجنة الفرعية كان هدفها الاتفاق على المختلط. نحن قدمنا قانون مختلط، لعبنا اللعبة يا خي، لأنه الكل وافق يلعب اللعبة. بمجرد أن الكل قبل يشارك بهاللجنة الفرعية لشغلتها تبحث بالمختلط، كلنا قبلنا نلعب هاللعبة، لعبة التوافق، كرمالتها كلنا سوا ما ينفرض قانون على حدا. فتنا على هيدي على هاللجنة الفرعية، نحن طرحنا اقتراح المختلط تبعنا يلي بنعتبره هو اكثر مختلط بيأمن تمثيل مسيحي بتقسيم الأقضية وتقسيم أوكي. المحافظات بنعتبر انه هذا القانون بيجيب بحدود 58 نائب باصوات المسيحية. بكل فترة النقاش التيار الوطني الحر قال شغلي وانا بدي اكون امين هون، قال اتفقوا وقتها اتفقوا على شيء قولوا لنا تنشوف اذا بنقبل فيه او ما بنقبل فيه. يمكن يعني قاعد على جنب. لا قال كان عم بيشوف ونحن عم نطالبه كنا انه خي يعطينا رايك كرمال تنجرب نتقدم الى شيء. كان كل الفتره عم بيقول يا خي اعطوني شيء تناقشه، اتفقوا على شيء تناقشه. صرنا بالاخر انه بعد ما انطرح كل القوانين شفنا انه ما في اتفاق على شيء ونرفعت الجلسة. قرروا القوات والمستقبل انه يجربوا يتفقوا هن على صيغة قانون مختلط. حطوا مسودة أولية وطرحوه علينا. نحن شفنا هالمسودة وتحفظنا عليه، قلنا أنه نحن إذا ما في تقسيم دوائر، إذا ما في تقسيم للأقضية وللمحافظات، نحن بنعتبر أنه ما ممكن تحقيق التمثيل المسيحي مثل ما نحن بنتمنى. بس بكل الحالات شوفوا وين فيكم توصلوا وقولوا لنا، ما بدنا نعرق لكم شغلكم مع بعض تبعولكم. بس نحن من الأول عم نقول نحن مثل ما هو هيك نحن ما فينا نمشي. فكملوا هن الشغل، كملوا الشغل على مدى أسابيع، وبالآخر قبل بيومين من من 15 من 15 يعني ب 13 أيام قبل بيومين
وكانوا عم بيحطونا بالجو انه تقدمنا الوضع عم نتفق مش عم نتفق، ما كنا عم نعرف على شو التفاصيل، بس انه كان الجو ايجابي ونحن بقينا برات هذا الموضوع، لانه بالاساس الاسس يلي انطلقوا منها نحن ما كنا موافقين عليها يلي هي عدم تقسيم الدوائر. بس قلنا هات لنشوف وين رح يوصل. فقبل بيومين من الجلسة بيصير في اتصال بيني وبين دكتور جعجع، بيقول لي انه نحن بعد عنا مشكلة بكذا محل عم نجرب نعالجها حلها بالاخر الليل يعني ببيروت. ثاني نهار بيوصلنا خبر، كان بوقتها معرق لي بعدها، وكنا بوقتها اذا ما اتفقنا رايحين على ارثوذكسي، صح رايحين على التصويت، رايحين على التصويت على جلسة الارثوذكسي اذا عقد، رايحين على جلسة. ثاني نهار بيوصلنا خبر انه صار في اتفاق، هذا 14 ايام الساعة 4 صار في اتفاق وانه قرروا القوات يمشوا بهيدا المسار يلي هو هيدا القانون يلي كانوا اتفقوا. شفنا نحن طلعنا على الاتفاق وشفنا انه يلي نحن كنا متحفظين عليه من الاساس بعد ما تعالج، درسنا الموضوع وشفنا الدوائر وشفنا انه القانون مثل ما هو كان مطروح بالنسبه لنا ما بيحقق الطموح يلي نحن كنا نطمح له. واذا بدك نحكي وين وكيف وليش انا مستعد اذا بدك تفوت هذه بالتفاصيل. فنحن قلنا نحن هيدا ما نا قادرين نمشي فيه، وبلغنا الرئيس سنيورا بالليلة ذاتها وقلنا نحن هيدا القانون ما نا قادرين نمشي فيه. انا برايي بهيدا الوقت في مسؤوليه مشتركه على الكل، لانه بين هيدا الوقت وبالطالع صار في انقسمنا اذا بدك لفريقين، صرتوا ثلاث افرقاء اذا بدك حتى ثلاث، يعني حتى صرتوا ثلاثه وهن بيحملوا كل مسؤوليه. لانه عمليا انه لانه حكيت حضرتك عن موضوع الاجتماعات انا رح لك في مسؤوليات عند الكل. انا برايي الاساس كان لازم التيار الوطني الحر وقت تناقش المختلط يجرب يحسنوا معنا كلنا سوا، نجرب نحسنوا كرمال تيكون عنا شيء بايدينا مقبول يكون عليه اجماع من الكل. بس بمجرد انه وصلنا لمحل كل واحد راح بمسار فتنا بالحيطان، وانا هون ما بدي احمل مسؤوليه لحدا وما بدي خون حدا. وصلنا لهون خيي، هلا سمت هلا نحن قديش بالشهر؟ 27. اليوم شو بدنا نعمل؟ خلص اليوم شو بدنا نعمل؟ ما بيفيد نرجع لورا ونرجع نقول الكل حاول على طريقته، كل حاول يجرب يوصل لشيء. بالاخر انفصلنا عن بعضنا ما قدرنا وصلنا لشيء. طيب اليوم 27 شو بدنا نعمل؟ بتوافق على المختلط؟ شو الحل؟ بتوافق على المختلط؟ لا بتصيغته المطروحه ما بوافق عليه. هن بيقولوا انه كانوا عليه. على تواصل دائم معك يومي واكثر من يومي. انا قلت لك شو صار، وبالتالي وكانه موقفك كانه مثل موقف التيار، انه عم بتشوف الامور وما عم تاخذ اي موقف. كنت كثير واضح من الاول، نحن تحفظنا من اول نهار. واجا لعندي دكتور فتفت والوزير شطح وقلت لهم انا هيدا مني قادر امشي فيه، بس انتو كملوا ما رح نعرقل نحن اذا صار في توافق قدرتوا وصلتوا لشيء. ما جايين نحن تنعرقل، ما جايين تنعرقل المسار، بس توصل لمحل توصل على بتوصل على صيغه نهائيه بتشوف انه فيها قصص انت منك موافق انا فيك تمشي. نحن اللي جينا نعملوا قوات ومستقبل وحزب تقدم اشتراكي، انتم من ضميتوا لهم يعني صاروا اكثريه ضمن مجلس النواب، انتم ضليتكم ما فينا يعني نحن نمشي بشيء ما انا مقتنعين فيه يا وليد. نحن هيدي قوتنا، هيدي مصداقيتنا تجاه ناسنا، نمشي بشيء ما انا مقتنعين فيه. ما فينا. طب ليه ما قلتوا له من الاول حتى ما تبحثوا عن الموضوع؟ منا ابننا نحن ما فينا نعرق يا اخي. وصل لمحل قالوا لنا خيي سكرت، نحن ما فينا نوقف، بدنا نجرب نلاقي حلول. نحن قلنا ما فينا نمشي، قال خيي ما بدنا نوقفهم، نجي نحن نقول لهم فيتو ما تكملوا. ما فينا نقول لهم ما تكملوا، لا جذب انه كمان قنعهم بوجهه نظرك. جربنا وعده مرات جربنا، قالوا خيي اللي عم تطرحوه انتم ما راح يوافق عليه وليد بيك او ما راح يوافق عليه، يعني حاولوا الجماعه يجربوا يجيبوا اكثريه ما بلومهم، بس عمليا ده اللي وصلوا له ما في يوافق عليه. يعني وصلت لمحل خليني اقول لك بالضبط يفهم الراي العام على شو نحن معترضين، لانه شيء مهم ينعرف نحن على شو معترضين بهذا المختلف.
نحن ضد أنه الاستنسابية مرة جديدة تكون على حساب المسيحية. يعني في عندك بلبنان 8 محافظات إدارية، عندك محافظتين بالشمال، محافظتين بالبقاع، محافظتين بالجنوب، محافظة جبل لبنان ومحافظة بيروت. مفترض تاخذ هالمحافظات كلها تجي تقول أنا بدي أقسم كل المحافظات أو بدي أترك كل المحافظات مثل ما هي. يعني أو بدك أنت تترك جبل لبنان واحد، بدك تترك جنوب واحد، شمال واحد، البقاع واحد، وبيروت واحد، تترك كل هالمحافظات 5 بلوكات كبيرة تتقدر تحافظ على توازن ما. بمجرد أنه جيت أنت وصلت على جبل لبنان وقررت تقسمه 2، نحن أول شيء ضد أنه يتقسم فقط جبل لبنان. طيب شو السبب أنت إذا مجبور تقسم جبل لبنان تتحفظ الخصوصية الدرزية؟ طيب ليه ما بتقسم بقية المناطق تتحافظ على الخصوصية المسيحية بالشمال، خصوصية المسيحية والسنية بالبقاع، والخصوصية المسيحية والسنية بالجنوب؟ يعني أنت اليوم وقت تعمل زحلة والبقاع الغربي دايرة، صار عندك دايرة فيها تلت مسيحي تلت سني تلت شيعي، فيها توازن، وحتى فيها كمان يمكن 10% دروز، صار دايرة فيها توازن. بالجنوب إذا بتعمل صيدا مرجع عيون جزين دايرة، صار عندك دايرة فيها توازن تلت تلت تلت، صار عندك دايرتين فيهم معارك، لأنه وإلا بتفوت منطق المحادل. مش هيك نحن جينا قلنا خيبتكم تقسموا جبل لبنان؟ ما بدنا نحن ضد الخصوصية الدرزية أن نحافظ عليها، بالعكس نحن أول مين عم بيجي يقول لازم تحافظ الخصوصية الدرزية، بس ما فيك تعمل استنسابية، بدك تمشي بتقسيم جبل لبنان، تقسم بقية محافظات. طب بس بالمعنى السياسي بعدين توصل على تقسيم جبل لبنان، تخيل ليه بدك تقسمه ربع بثلاث أرباع؟ ليه بدك تقسمه بالنص؟ تقسمه ربع بثلاث أرباع، بتحط بعبدة عليه لوحدة والأربع أقضية البقية، يعني بعبدة، متن، كسروان، جبال، محافظة واحدة، مفروض تحطوا ثلاثة بثلاثة، ليش أربعة باثنين؟ ليش أربعة باثنين؟ بقول لأنه وليد بيك رفض أنه تكون بعبدة من ضمن هذيك الدائرة. طيب خيي ليش نحن لازم نقبل؟ انه ليش ليش انه باي منطق؟ انا معك، بس هل هي قصه انه معايير بالمطلق او بالنتيجه عندك استاذ وليد؟ بالاخر عم تشتغل على واقع لبناني معقد طائفيا ومذهبيا وسياسيا. بس شو بيمنعك استاذ وليد وقت بدك تقسم جبل لبنان تقسم بقيه المحافظات؟ شو بيمنعك؟ طب سؤال بالسياسه، بس انا بدي جواب على السؤال. اذا انت مقتنع بهالطرح، شو كان يمنعك كمان؟ يكون في استنسابيه هون، ما في شيء بيمنع، بس بالمقابل بالمعنى السياسي شو بيمنعك انت كمان انه توصل المختلط يلي سعيت له لحتى يكون عنده أكترية مثل ما المختلط الاخر بالنتيجه اما الأكترية؟ ما بدك تشتغل بالعمليه السياسيه 100%. ما قدرنا، ما رح نقبل بقانون بالنسبه لنا بيعمل استنسابيه اذا نحن ما قدرنا وصلنا القانون يلي نحن بنتمناه. طيب بس كان مطروح، كان مطروح بالجلسة استاذ وليد مطروح قانونين بحسنوا التمثيل المسيحي، هيدا وهيدا. المشكلة مش هون، ما تأمل له أكترية. المشكلة اليوم انه رجعنا على 60، انه طار هيدا طار هيدا ورجعنا على 60. نحن كنا مستعدين هيدا القانون المختلط نروح ونصوت لتعديله، نقول خي نحن معترضين على هاي، نطرح تعديلنا على التصويت وخلي يصوت بالتصويت. هو كان رح ينجح بالتصويت يعني مبدئيا، لو في هيئة عامة لمجلس النواب المختلط كان رح ينجح بالتصويت. هلا كان رح ينجح بالتصويت. كنت انا عارضت التعديلات يلي انا بالنسبة لي ضرورية للقبول بهذا القانون، وعرضتها على التصويت، خليها تسقط او تنجح. بس انا بدي اقول لك برايك المختلط هيدا اللي مطروح منه افضل من الستين بكثير؟ خليني اكيد افضل من الستين بكثير. ايه هم بيقول لا، قانون 60 بيجيب 34 نايب، هذا القانون بيجيب 46 نايب. 46 بعض عم بيقولوا 54. هي ليش عم بيصير اللغط هون؟ في قضاءين، زحله وبعبده. اذا بتعد زحله وبعبده قانون 60 بيجيب 47 نايب. اذا بتشيلهم بينزل العدد هون حسب موقف المسيحي. كمان طيب. اذا موحد او نفس الشيء القانون المختلط، اذا بدك تحسب بعبده وزحله بيصير الرقم 52 نايب، اذا بدك تشيل بعبده وزحله بيصير الرقم 46 نايب.
تقريبا. يعني بالنسبه يعني بين 52 بالرغم من كل الثغرات يعني المختلط المطلوع بعضه افضل بكثير من السفير. شو لكن بس انا برايي لو التيار الوطني الحر حط ايده بايدنا بهيدي المعركه كنا قادرين انه نفرض بعض التعديلات على المختلط تيجيب اكثر. برايك ليه ما حط ايدهم بايده؟ ما بعرف. طيب رح نطرح انت بس خليني اقول لك بعد شيء. بدنا ناخذ فصل اعلاني بس خليني بعد اقول لك شغله. يلا الخطر بموضوع جبل لبنان شو هو؟ معليش ما بحب احكي انا طائفيا ولا بس عمليا عم نحكي بالتمثيل الصحيح. نحكي بالتمثيل الصحيح. عمليا عندك محافظة الشمال يلي هي محافظة ذو أكترية كاسحة من الطائفة السنية. بعلبك بالبقاع أكترية كاسحة من الطائفة الشيعية، بجنوب كذلك الأمر. جبل لبنان هي المنطقة الكبيرة يلي فيها أكبر عدد مسيحي. طيب ليش تفتفت ما صار إلا بجبل لبنان؟ ليه؟ صارت تفتفت غير مرتها وقتها توصل. لا ما صارت تفتفت غير محل. لا 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 صارت تفتفت فقط بجبل لبنان. ليه بدك توصل على جبل لبنان بدك تفرمه؟ مثلا خيي معلش الشمال تيتهربوا من هذا الموضوع فتفتوا إنه البترون عملوه على صعيد الأكثري وفتفتوا بشري كمان على الصعيد الأكثري، بالتالي صار عندك أربع. لا ما هون كمان إنه ضمن المعايير إذا بدك تحكي عن معايير. قول تفصيله قول تفصيله. رجع على الأساس، في بلوكات بالبلد، ما فيك انت تقرر تقسم بلوك بلا ما تقسم بقيه البلوكات. لو عندك انت بشمال مثل ما نحن كنا طارحين بالقانون تبعنا دايره بشمال فيها كوره باترون بشري صغرتها، كانت كان عندك دايره انت اليوم بشمال فيها اذا بدك 100% محافظه مسيحيه. قادر تقنع حليفك السني بهالامر؟ خي والله كان قبلان طيار مستعمر، كان قبلان. مين منه؟ قال يا خيي مين منه قبلان؟ محلك وين؟ اجى قال خيي بدنا نقسم الشمال بدكم تقسموا الجنوب. قالوا لا ما بنقسم الجنوب. اجوا قالوا له بنقسم الجنوب اذا بتقسم بيروت. قالوا لا ما بنقسم بيروت. ليش نحن بدك تمشي؟ ليش الكل بده يحط فيتويات ونحن ممنوع نقول شيء؟ ليه؟ بعدين وقت تقسم انت ربع بثلاث ارباع صار في كثير نقاش حول هذا. شو بتكون عم تعمل عمليا؟ شو بتكون عم تعمل؟ تلت بتلتين يعني عم تحكي جبل لبنان. تمشي بربع بثلاث ارباع بجبل لبنان. صار عندك ربع اذا بدك وليد بيك هو اذا بدك عنده الثقل الاكبر فيها. وببقيه الاقضيه صار عندك بلوك كثير كبير رح يرجح معركه 8 و14. يعني البلوك ال 40,000 صوت لحزب الله وحركه امل يلي موجودين بهيدي المنطقه رح يعطوا اكيد اكثريه ل 8 و14. فمش مزبوط انه هيدا الشيء ما بياثر على نتيجه الانتخابات. في نظريه ثانيه بتقول انه لانه مقسمين هال 40,000 بين الاكثري وبين النسبي، وكمان انه هن عم بيضيعوا بهذا البحر الكبير. ما في شيء عم بيضيع. في 40,000 صوت رح يكبوا لريحه 8 اذار اوتوماتيكيا. ريحه 8 اذار بهيدي المنطقه رح تاخذ نايبين اكثر من ريحه 14 اذار. شو بتكون عملت؟ بتكون اثرت على الصوت المسيحي او ما اثرت؟ طيب ثاني شغله ثاني شغله، عندك مرشحين لحزب الله رح يكون بهيدي المنطقه، يعني رح يكون عندك انت عمليا دخول لمكنه حزب الله على كل الكرة يلي موجودة بهيدي المنطقة. يعني رح يكون عندك مندوبين ببكفية، مندوبين بجوني، مندوبين لحزب الله بكل هيدي المنطقة. حزب الله من قوة لبنانية؟ مش عم بقول هيك مش عم بقول هيك، بس انا عمليا ممنوع من دخول بكفية، ممنوع من دخول اي ضيعة لبنانية او اي مدينة لبنانية. لا مش هون المشكلة، المشكلة انه محسوبك وكل بقية المرشحين ب 14 اذار رح يقدروا يحطوا مندوبين بالضاحية؟ خبرني، رح نقدر نحط مندوبين بالضاحية؟ أنا معك يا خيي، خلي كل المناطق اللبنانية تحت القانون. رح نقدر نحن ننزل اليوم نحط مندوبين نحن تحت؟ لكن يحطوا كاسكات كتائب ويقعدوا على القلم بالضاحية الجنوبية؟ قل لي يا خيي. لكن مشكلتكم خيي قل لي قل لي قل لي جاوبني. رح اقول لك انه مشكلة عم تجي انت، انه مشكلتكم بالنتيجة منا انه الانتخاب كمان انت. اكبر لا من هيك. لا ما هي عمليا عم انت بتقسيمك بهالطريقة عم توصل لهون. عم توصل لهون، عم بتخلي انه بمحل معين يصير في معركة غير متوازنة.
أنا إذا أنا أكيد أنه قادر أنزل حط مندوبين حاطين كاسكات كتائب لبنانية وقوات لبنانية بالضاحية الجنوبية، إيه بعملها المعركة وأهلا وسهلا فيهم على كل أقلام المتن الشمالي وعلى كل على بقلب كفاية. طب هل بس نحن نجي هل الحل نفتح يعني بيكون بعزلهم؟ هون السؤال كمان مش بعزلهم بالمنطق أستاذ وليد، بالمنطق تعمل انتخابات، تعمل تقسيمات منطقية، بدك تاخد بعين الاعتبار حسابات سياسية بمحل، ما بدك تاخدها بعين الاعتبار بمحل آخر. ليه؟ طيب. ليه؟ بعدين عم نحكي نحن معلش أستاذ وليد، ما فيك أنت تاخد بعين الاعتبار كل خصوصيات لبنان، خصوصية صيدا وخصوصية الجبل يعني الخصوصية الدرزية وخصوصية ما بعرف وين وخصوصية ما بعرف وين، توصل على جبل لبنان ما بقعد فيه خصوصية بالمرة. يعني ممنوع نحن نجرب نشوف كيف نعمل شيء منطقي. هن بيقولوا انه في خصوصية، يعني ما رح كمل معك لانه صبرنا ناخد فاصل اعلاني، بس انا حبيت وضح هالكم شغلة معلش يعني واضحين كرمال تيكون واضح نحن ليش عم نجي نقول في شيء مش منطقي بده يتصلح، وانا بتمنى يتصلح وبتمنى نرجع كلنا سوا. برجع بكرر كلنا سوا، نحن والقوات والتيار الوطني الحر والمردة وكلنا سوا المستقلين وكل القوى المسيحية، نرجع كلنا سوا نظهر من كل هيدا النقاش عن تخوين ونرجع كلنا سوا نحط شيء مشترك كرمال تنقدر نظهر من المأزق يلي نحن موجودين فيه. طيب وانطلاء من انه رفضك للتخوين رح نحكي الى اي حد قانون الانتخاب اثر على العلاقات مع الخصوم ومع الحلفاء، وانما بعد فاصل اعلاني اول. عندما يصل سامي الجميل إلى عمري ويصبح قادرا على فهم الأمور بشكل صحيح يستطيع أن يقدم أحكامه. هذا اللي قاله عنك النائب العماد ميشيل عون قبل يومين، شو ردك عليه؟ الله يطول بعمره. لا عم بيقول غير أنه قصة العمر، أنه وتصبح قادرا على فهم الأمور بشكل صحيح. صار لي من وقت ما فت على الحياة السياسية ما طلع مني ولا أي تهجم شخصي على حدا، ومش اليوم رح بلش. الله يطول بعمره. أنا حكيته بالسياسة، حب يجاوب بالشخصي حق، لأنه كمان بالسياسة كأنه كان في نوع من أنواع التخوين، إذا أنه الستين وأنه ليه عم ترجعوا للستين وكيف بدكم ترجعوا للستين. أنا هيدا طلب نداء وجهت له نداء، لأنه هو كان رأس الحرب ضد الستين، عشان هيك وجهت له نداء قلت له أنت ما لازم تقبل ترجع على الستين. عم بحكي بالسياسة، عم بحكي بشيء بفتكر أنه بيوفقنا عليه كتير ناس باسم كتير مسيحيين ما بدنا نرجع على الستين. أنا وجهت له نداء باسم كل هالناس. ولا أنتوا رحتوا طوعا إلى الستين؟ لا ما رحنا طوعا حبيبي، نحن رايحين بمعركة هلا. نحن عملنا كل شيء، أعطينا 48 ساعة من يومين، وتمنينا على الكل يرجع عن هيدا القرار ويسحب الترشيح، واتصلت بالكل واتصلت ببكركي وحكيت مع المطران المظلوم على التليفون قلت له سيدنا كيف بدنا نروح لهونيك، كيف بدنا نرجع لهونيك، هي ضربة كبيرة للكل. نحن وقت أطلقنا هيدا النداء من 48 ساعة عملنا جولة اتصالات، بس بالآخر مقاطعة يا بتكون شاملة يا ما بتكون، ما فيها تكون مقاطعة بس من الكتائب. نحن مثل ما قلت لك نحن تنقدر نطعن بدنا نترشح، تنقدر نقول كلمة الحق بدنا نترشح، لأنه ما رح نتركهم يهربوا هالانتخابات تهريب، بدنا نواجههم معك. بس لقائد بكركي هل عطيت بالنتيجة نتيجة سلبية؟ يعني بلشنا أنه المسيحيون اجتمعوا، المسيحيون التقوا، المسيحيون عم يتفقوا على قانون انتخاب، فجأة بلشنا. أنا بدي ضلني عم براهن على جمهور كل الأحزاب المسيحية يضغطوا على أحزابه ويقولوا لهم ما منروح على الانتخابات بالستين، والرأي العام موجود، والرأي العام عم بيحاسب. طيار الوطن الحر عنده رأي عام، نحن عندنا رأي عام، القوات عندهم رأي عام، في رأي عام موجود. وأنا برأيي الرأي العام المسيحي بالإجمال ما بده يروح على الانتخابات بأنه الستين. ما سئت علاقتك بالتيار بالفترة الأخيرة؟ ما سئت علاقتك بالتيار؟ حلك شغلي أستاذ وليد، أنا ولا مرة طلعت. في كتير ناس زعلوا مني كتير بكتير محلات ورجعوا بعدين رضيوا علي ورجعوا زعلوا مني، وهيدي السياسة. بس ومشكلتك هلأ العلاقة منا سيئة؟ لا حلك شغلي، نحن منزعل كل الوقت كل الناس لأنه ما منعرف
نكون نمشي على العميانة. نحن بنقول كلمة الحق، أوقات بتزعج فريق أوقات بتزعج فريق آخر، دايما بنقول كلمة الحق. مش هيك بالنسبة لنا هدفنا أنه نضلنا نحن بمحل معين بوصلة، نضلنا نقول عم نقول كلمة الحق انطلاقا من مصداقيتنا ومن قناعتنا بيلي نحن عم نحكي، وقناعتنا بأنه في عنا أهداف ومبادئ وثوابت لازم نحافظ عليها. انطلاقا من هون بعض بيزعل، بعدين بيشوف أنه يمكن كان معنا حق. كل يعني كل فترة في حدا بيزعل، شو بدي أعمل؟ بس ما جاوبني على العلاقة. لا أنا بالأساس العلاقة الشخصية منيحة مع كل الناس، بالسياسة بتفق معهم على أمور وبختلف معهم على أمور. ما عندي هلأ زادت الأمور يلي مختلفين عليها. آخر مرة كنا بهذا المبنى بالذات كنا أنا وياك بلقاء، قلت لك لازم بالسياسة بلبنان نظهر من منطق العواطف. سياسة مش عواطف، سياسة هي مصلحة لبنان. ما في عواطف، هول بحبه هول ما بحبه. إذا حكي مزبوط لأنه ما بحبه بقول أنه ما معه حق، واللي بحبه شو ما يقول بدي اقول معه حق. لا مش هيك، لازم بمحل معين نقدر نقول على العلاقه السياسيه، انه العلاقه على الصعيد السياسي بالاساس. بس ما في علاقه سياسيه لانه نحن مختلفين على ثوابت اساسيه يلي هي موضوع السياده، موضوع السلاح الغير الشرعي المنتشر بلبنان. هن بيبرروا نحن ما منبرروا، نلاقي انه هذا السلاح مش لازم يكون موجود بلبنان، ومنعتبر انه هذه معضله اساسيه هي اساس بناء الدوله. اذا نحن مختلفين على اسس بناء الدوله ما فيك ولا تتحالف ولا تعمل علاقات سياسيه شامله، فيك تشتغل على القطعه. يعني اذا في موضوع معين معهم حق فيه بنقول معهم حق فيه، إذا في شيء مختلفين عليه بنقول مختلفين عليه. طيب ونفس الشيء مع حلفائنا. عظيم. بس إذا هيك قبل ما نبلش بالحلفاء، إذا هيك مزبوط إنه القضايا الاستراتيجية البعض بيقولوا إنه علاقتكم مع المردة جيدة بالنسبة إلى العلاقة مع التيار الوطني الحر، علما إنه بالاستراتيجية طبعا المردة أكثر تطرفا بالمواضيع المتعلقة. علاقتنا مفتوحة على الصعيد الشخصي مع كثير من القيادات بالتيار الوطني الحر. إيه بس إنه كان في زيارة للنائب سلمي فرنجية، بالتالي مبين إنه في تواصل. ما عم نحكي على صعيد قيادات الصف الثاني وإنما على صعيد قيادة الصف الأول، هذا منه مؤشر معين. مع النائب سلمي فرنجية في علاقة شخصية مميزة بتصير، أنت عندك أصحاب وعندك ناس بتعرفهم وناس معارف وناس إلى آخره. ما ما كل ما زيارة ما كل الزيارة وما حكي عنها، بس مجرد علاقة شخصية. علاقة شخصية مميزة وفي احترام متبادل. وقال هو بنختلف بالسياسة، وأنا عم أقوله بنختلف بالسياسة. هو رأيه شيء بالموضوع السوري نحن رأينا عكسه، هو رأيه شيء بالموضوع حزب الله نحن رأينا عكسه. بس هو ما بيخوننا ونحن ما منخونه، هو بيحترمنا ونحن بنحترمه. شيء يلي يمكن ما قدرنا وفرناه مع غيره. يعني برأيك المشكل مع التيار الوطني الحر مشكل بالأسلوب بس؟ يعني يمكن ببعض الأوقات شفت هلأ شطحة هيدي مثلا. أنت ذكرت قبل شوي، يعني في أوقات شطحت بتخيل بتمنعك تعمل علاقة مثل يلي نحن قدرنا عملناها مع سليمان بيك. طيب. يلي بيحترمنا وبنحترمه هو بدني نحن بدني تاني. بس انه بس هذا ما بيمنع الاحترام المتبادل. وانا برايي هو يمكن لانه انتم بدني وهو بدني تاني سياسية. يمكن ما في تضارب مصالح كثير قوي مثل بالتيار. يعني هون عندكم معركه على صعيد المتن، عندكم معركه على صعيد كسروان، عندكم معارك وين ما كان، بس مع التيار المرض ماشي الحال. انا مرشح بصغرته هلا بس تكون معك خبر. هذا مين رشحته بصغرته؟ رئيس الاقليم يلي اسمه ميشيل دويهي، يلي هو شاب بياخد العقل. بس تقول لك استاذ وليد وقت نحكي بالدنيا عم نحكي بالسياسة. يعني بملف حزب الله منا بدني بالجغرافيا يعني. لا اكيد مش بالجغرافيا، عم نحكي بالسياسة نحن. بس انا بدي اقول لك شغلة، يا ريت تزبط شوي العلاقات الشخصية بين كل الناس وبنطوي ملفات القديمة تنقدر نبني حياة سياسية منطقية مبنية على المنطق وعلى الموضوعية. ما زال عم تحكي بموضوعية، لازم تكون سياسة بموضوعية تنخاط، يعني مش على العواطف. مش هيدا بنكرهه شو ما يقول بدنا نكون ضده، وشو ما شو ما صار بدنا نكون بالمطلق ضده. لا، حياة سياسية لازم تكون مبنية على الاحترام وبنفس الوقت على الثبات بالمواقف وعلى المنطق.
بس ما قالت هيديك الجمعة ما دام هيدي نرجع نفوت على العلاقة الملتبسة مع القوات اللبنانية. بالأسبوع الفائت كان في مقالة بجريدة الأخبار ميسم رزق فيها أنه 39 عاما ما دام عم تقول على الموضوعية ولم ينسى حزب الكتائب انتفاضة القوات على الصيفي منذ ذلك الحين لا تزال هي عم تخبرك هي عم تخبرك لا تزال العلاقة بين الكتائب والقوات ملتبسة فلا مسيرة النفي والسجن أزالت الكره بينهما ولا ثورة الأرز أعادت المياه إلى مجاريها. هل صحيح أنه في نوع من أنواع الكره بينكم وبين القوات اللبنانية؟ شو بعدني عم قلك؟ بعدني عم قلك أنه نحن ما منشتغل بالكره. نحن جماعة مسيحيين مؤمنين من آمن بالتسامح وبالمحبة وبالانفتاح. ما منعرف نحقد عم تتمارس؟ عنا ببعض المواضيع نتفق ببعض المواضيع ما منتفق مع القوات ومع غير القوات. ببعض الأمور بيكون في تنافس على الأرض. نحن حزبين مختلفين موجودين على الأرض عم بيتنافسوا على الأرض. طبيعي يصير في ببعض الأوقات احتكاكات. طبيعي يصير في تنافس وهذا شيء طبيعي وشرعي. بس شي مرة سمعت حدا عم بيسب حدا، شي مرة سمعت حدا عم بيضرب حدا مثل ما عم نشوف بين بقية الأحزاب، شي مرة شفت الكتائب عم بتسب، شي مرة شفت الكتائب مشاركة بمشكل بجامعة ضد حدا. نحن ظهرنا من هذا المنطق أستاذ وليد بنشتغل بالعقل، بنحط على جنب العواطف بنشتغل بالعقل، ولا مرة بنخلي عاطفتنا توصل لمحل تأثر على موقفنا السياسي. وهيدا بالنسبة لنا الأساس. نحن أكيد نحن والقوات اللبنانية صار في اختلاف بوجهات النظر بموضوع القانون الانتخاب. هذا ما بيمنع أنه مبارح واليوم كنا عم نحكي مع بعضنا والتواصل موجود. اليوم كنت عم بحكي كمان مع نواب التيار الوطني الحر على التليفون تنشوف كيف نطلع من هالقصة. مع مين كنت عم تحكي؟ مع كل الناس حكينا. لا مع القوات قلت مع القوات حكيت مع الدكتور اليوم. عشو عم تحكوا اليوم؟ عم بقول له ما ترشح اصحابه الترشيح خلونا ناخذ موقف مشترك بسحب الترشيح. شو جاوبك؟ ما موافقين على هالطريقه على هالاسلوب هيدا. نفس الشيء قلت له يا للطيار ونفس الشيء قلت له يا للمطران مظلوم وقت اتصلت فيه انه يا جماعه ما حدا اليوم بقى البلد ما بقى بيمشي من دون شريكه. ب 92 كانت تمشي لانه السوري يجيب العصا ويمشينا. اليوم ما بقى يمشي. بس بدك تأمن إجماع حول الموضوع. أكيد. كمان بموضوع العلاقة مع القوات البعض بيقولوا أنه المشكل أنكم بالنتيجة عم تختلفوا على ذات الصحن على ذات الجمهور بالتالي بتضل العلاقة منا راكبة بين معراب وبين بكفية. خلي بقولك طبيعي. طب في عنا مرشحين بالجامعات هن عنا مرشحين بالجامعات عنا مرشحين بالنقابات عنا مرشحين بالنقابات عنا مرشحين عن النيابة وعنا مرشحين عن النيابة. أقل شيء أن يصير في منافسة من هالنوع. أقل شيء هن بيقولوا أنه الأمر بتطلع وكأنه منافسة منا منطقية. يعني لنفترض أنه بإحدى الجامعات لنفترض أنه عندكم مثلا 20% من جمهور 14 أدار بيقولوا أنه بتصروا على أنه تاخدوا بالحكومة الطالبية على قد عدد أعضاؤهم هن. كلام مش مزبوط. كل واحد عنده تقلب الجامعات كل واحد عنده تأثيره على الرأي العام وهيدا بالآخر انتخابات. كل واحد بده يجرب أكيد أنه يحصل أكبر عدد ممكن. بس نحن بالأساس دايما وقت نوصل على محل الجد دائما نحن نمشي بقراراتنا استراتيجية. دائما بنفضل المصلحة الوطنية. من الطبيعي يصير في تنافس بس مهم النتيجة. شي مرة شفتنا عم نختلف بالنتيجة؟ لا بالنتيجة لا بس لا. بضل في تجاذب يعني بضلنا كصحفيين نلاحظ ونقرأ ونتابع هالتجاذب المستمر بيننا. لا والمادة لنا يعني هي بنستفيد منك كمادة إعلامية. ما لازم لازم بالعكس كإعلاميين والإم تي في بشكل خاص تكون عم تلعب دور إيجابي. لا بنلعب دور إيجابي بس كمان ما فينا إنه نخبي عينينا عن يلي منشوفه. يعني لازم هيدي كمان نوضحها للرأي العام. نحن بنتمنى هذا الشيء. طيب. بموضوعية تكون دائما بموضوعية. الله يخليك. طيب شيخ بدي اتابع معك. هل صحيح مش إنه مش مثل مقدمة الأخبار اليوم؟ شو بها مقدمة الأخبار اليوم؟ نرجع نحكي بعدين. إيه؟ كمل. لا يعني فاجأتني بهالأمر إنه شو بها مقدمة الأخبار اليوم؟ نحن كمان نعطي ملاحظة. إيه بس ملاحظة بدها تكون مستندة على واقع أو وقائع. قريب مقدمة على رواق.
طيب على كل حال ما دام ما معك اياها ما راح نستغرق بهذا الجدال، بدي اسالك يعني انطلاقا كمان من الموضوع يلي مطروح، هل صحيح انه بتتهموا القوات اللبنانيه انه هي اللي بتحرك الامان العام لقوى الرابع عشر من اذار بوجه بهدف اقصائه؟ ليك بدك الناس تبدل على كنال تاني؟ لا لا بدها تبدل. شو هالمواضيع هيدي؟ مواضيع مطروحة، مواضيع الناس بالا بعلاقتنا نحن بالأمانة العامة وعلاقة القوات بالأمانة العامة؟ ما أخذت فترة طويلة، ما حدا له جلادة، شيطويناها الصفحة ورجعنا على الأمانة العامة وكل شيء تمام تنخلص من هالنقاش من هالجدال. وكان عندنا يا أخي والله كان عندنا نحن طالبين إصلاحات لمصلحة 14 أذار تما نوصل للاختلافات اللي وصلنا لها وطلع معنا حق، وبنرجع نقول معنا حق، نحن مطالبتنا هو بمزيد من التنسيق. وجينا بالاخر قد ما اتهمنا من وراء هالمعارضه هيدي وهالمطالبات هي انه نحن ضد 14 اذار، بالاخر انه بتعرفوا شو خيي رح نرجع 14 ما تغيروا شيء وما تطوروا شيء، بس خيي ما نخلص بقى من هالجدال بلا طعمه خلص. طيب خلينا نتخطى هالجدال اذا بدي امشي معك يعني هلا بلا طعمه بس لجمهور الجمهور اخر هم انت مش مزبوط جمهور مش مزبوط وليد في فتره وكثير طويله حتى هلا البلد على حافه الحرب الاهليه، الناس عم بتموت من الجوع، الناس ما عم تقدر تاكل اخر السنه، عم تحكيني بالامانه العامه تبع 14 اذار ما عم بحكيك، عم بحكي ببعض العلاقات السياسيه، ببعض العلاقات السياسيه يعني كمان انه اذا جمهور 14 أدار علق كتير أمال عليكم على وحدتكم على عملكم المشترك، فجأة أنه بيّنت المصالح الشخصية أقوى من المصلحة العامة عندكم، وبيّنت أنه حتى في خلافات وعنعنات بين الأمان العام لقوى الرابع عشر من أدار وبين بعض الأحزاب. لا عم تحكي مش مزبوط. كيف منه مزبوط؟ منه مزبوط. بفترة ما كان شغل للبنانيين. شو هو؟ الأمانة العامة تبع 14 على الأقل أنه جمهور ثورة الأرز وانتفاضة الاستقلال. يا أستاذ وليد عم بشرح لك، شرحت لك كيف كلمتين بس ما فينا نقضي الحلقة على الموضوع. ما نقضي، عم نقطع عليها. قطعنا عليها وخلصت. عم بقول لك نحن كان عندنا ملاحظات لتحسين أداء 14 أذار وبالآخر تخطيناها ورجعنا على الأمانة العامة وانتهى الموضوع. بكرة كيف رح تعملوا تشكلوا لوائحكم؟ ب 14 أذار ما دامكم انه متفقين. ما بدنا نشكل لوائح، عندنا معركه بدنا ناخذها بعد ما انا جمعه، ما خلصت المعركه، ما حدا يفكر قبلنا بالامر الواقع، مش اذا قدمنا ترشيحاتنا قبلنا بالامر الواقع، هي ترشيحات حمايه للحزب، بس نحن المعركه مكمله، بعد ما انا جمعه بدنا نكمل هالمعركه للنهايه، وبدنا نضلنا مراهنين على الوجدان المسيحي انه يرجع على اساسه. والمعركه ما خلصت. معركة ما خلصت إذا معركة قانون الستين ما خلصت، معركة مكملة مستمرة بكرة وبعد بكرة وبعد بعد بكرة. ما نكون مراهنين على تأجيل الانتخابات بالنتيجة وعلى التنديد، هيدي جزء من المعركة. جزء من المعركة أنه ما تصير انتخابات على قانون الستين ويرجع نمدد أربع سنين. بتفضل التمديد؟ خي لا، إذا نحن بنفضله أنه يصير في جلسة يتم فيها قانون انتخابات ومن ثم منمدد تقنيا لإجراء الانتخابات، هذا اللي منفضله، بس بكل الحالات تمديد 4 سنين من خلال انتخابات على قانون 60 ما بدنا. طيب بالنسبة إلى الحكومة، موقفكم من الحكومة ومن عملية التأليف المعقدة؟ افتكر هلأ انخلطت كل الوراق، لأنه حكومة في انتخابات شيء، حكومة ما في انتخابات شيء تاني. على اي اساس بده ينشغل؟ انا عندي هيدي معضله السنه، بيركب انتخابات بلا حزب الله، بيركب حكومه بلا حزب الله، القوى معينه يلي انت بتنتمي لها عم بتطالب بهالامر 100% مش عم اقول لك ما هي. بس السؤال هو انت شو موقفك؟ السؤال مشكله مش هون، مشكله في سؤالين مرتبطين بعض، هل بيركب حكومه مع حزب الله وهل بيركب حكومه بلا حزب الله؟ مشكلتك الجواب هو لا على الاثنين. طب خلينا ناخذ اول طرف. هيك انا شايف عندنا معضله كثير كبيره بموضوع قانون الانتخابات. لا ما بتركب حكومه مع حزب الله؟ انا اللي بتمنى احسن ما نرجع على الانتخابات، لا ما بتركب حكومه مع حزب الله؟ لانه حزب الله صار بسوريا. واذا صار بسوريا بيقولوا كمان القوى السلفيه بلبنان صارت بسوريا كمان. اكيد. ايه طيب. مش مطروح يفوتوا السلفيين على الحكومه انا حسب علمي. يعني أنا عم انه انطلاقا لانه صاروا بسوريا صار ممنوع انه يشاركوا بالحكومه؟ لا خليني خليني خلينا نفوت بهذا الملف شوي. حزب الله اليوم عم بيتصرف
كأنه هو ما عاد معنى بالدولة وما عاد معنى ببقية اللبنانيين للأسف. عم بقولها للأسف لأنه مش هيدا اللي بدنا إياه، بس عمليا هيك عم بيصير. عم بيجي يقول لك حزب الله أنه أنا فايت بمعركة أممية، أممية يعني ربط حاله بصراع بالمنطقة طويل عريض، وهيدا الصراع عنده مقابل، في عندك خصم بهذا الصراع. بدخوله بهذا الصراع عم بيدخل السنة في لبنان كمان بهذا الصراع، عم بيجرون على هذا الصراع. وهذا الصراع يلي هو مفتكر أنه مثل ما سمعنا آخر مرة أنه كأن واحد عم بيقول لقيني برا، أنه ما بدنا مثل واحد بيكون بيختلف مع التاني بالمطعم بيقوله لقيني برا أحسن ما نخرب المطعم، أحسن ما نخرب المطعم. نحن هيك عم نعمل، عم بيقوله لقيني بسوريا. شو يعني؟ شو يعني لقيني بسوريا؟ يعني هول لبنانيين عم تيجي تقولهم تدعيهم نروح نتقاتل برا؟ في شي جنون اللي عم نسمعه، جنون. في كل يوم عندك نعش عم بيجي على لبنان، كل يوم لبنانيين، شباب لبنانيين من الكرة الشيعية عم بيجوا محملين بالتوابيت كرمال شو؟ كرمال مين؟ كرمال صراع ما قلنا عليها فيه. بالنسبة لإلك ما قلك علاقة، ما قلنا عليها فيه. بالنسبة للسيد حسن نصر الله له علاقة كتير فيه. حكي السبت عن خطرين بيهددوا لبنان، الخطر من إسرائيل والخطر من الجماعات التكفيرية في سوريا. هو محدد هدف. أنت ما عندك مشكلة مع الجماعات التكفيرية، هو عنده مشكلة. خليني أحكي بهذا الموضوع ورح أتوجه للسيد حسن نصر. كلنا خيفانين من الخطر التكفيري. السؤال هو كيف بتحارب الخطر التكفيري؟ بتحاربه بأسلوبه؟ يعني بالعنف؟ لأنه بالعنف قد ما تكون أنت عنيف هو أعنف منك. وإذا فكرنا أنه والله رح ننهيها، هي ما رح تنهيها، هي حالة رح يضلوا يجي عالم، وعم بيجوا من كل العالم، من كل البلدان العربية الأصوليين يحاربوا بسوريا. بالتالي إذا فكرنا أنه رح نقدر نوقف هالقصة، ما رح نوقفها، رح ضل يجي غيرهم. رح ضل يجي غيرهم. طريقة نحارب الأصولية هو بتقوية الاعتدال، هو نروح نشوف مين في معتدل بهالطائفة نقويه، لأنه الاعتدال هو يلي بيوقف بوجه التطرف. عم تحكي عن لبنان هلا؟ بلبنان وبسوريا. سوريا في تكفيريين، خليني أقول لك شو صار بسوريا. خليني أقول لك شو صار بسوريا. تسعة أشهر السوريين عم بيتقوصوا مثل العصافير بمظاهرات سلمية، تسعة أشهر صح، وفي ضربة كف، ينزلوا يتظاهروا يقنصون يموتوا هن وعم بيتظاهروا. أنا عم بسأل حالي السؤال، هول الجماعة كيف بعضهم مضاينين عم بيعملوا مظاهرات سلمية تسعة أشهر؟ طيب لو بوقتها، لو بوقتها استوعبنا هالحالة يلي هي مدنية كانت وسلمية، لو استوعبناها بوقتها كنا وصلنا لهون نحن اليوم؟ أكيد وقتها رح يصير هول الجماعة يتقنصوا ويمتلون، يضلون تسعة أشهر يمتلون ألاف الناس. بالآخر أكيد رح المعتدلين بدهم ينكفقوا وبدوا يجي المتطرفين وهن يكونوا يخوضوا المعركة. بس أنا بالنسبة لإلي تصرف حزب الله بسوريا مثيل بتصرف حزب الله بلبنان. يعني أنت اليوم عم بتقول عم بتشوف حالات بطرابلس ما شفناها بحياتنا، عم تشوف حالات بصيدا ما شفناها بحياتنا. هي نتيجة شو؟ هي نتيجة أنه ضعفنا الاعتدال بلبنان، وجينا قلنا للاعتدال، وجينا قلنا للمسلمين السنة هذا الاعتدال ما بيسوى شيء، روحوا على التطرف. حزب الله دفشهم لهون، ما أنه بس حزب الله، يعني هني بيقولوا لأنه في هجمة كمان على، إذا بدنا نقول مشروع المقاومة، مشروع الممانعة. هني ما بينزلوا لحالهم أنه وكأنه تطرف، هني عم بيقاوموا عم بيمانعوا، بالتالي واقفين ضد المشاريع الاستسلام، مشروع الأمريكي بالمنطقة. أنا قلت له مرة كنا بجلسة لجنة التواصل، كان عنا بريك ربع ساعة بين جلسة وجلسة تناكل لقمة مع الدكتور فياض. حكيت مع الدكتور فياض، قلت له يا دكتور فياض ما إلكن مصلحة، ما إلكن مصلحة أنه دمروا الاعتدال بلبنان. هالهجوم هالاكتساح لطيار المستقبل بكل هيدي الفترة، هيدا بالآخر عم تعطوا عم تتركوا الساحة لناس أنتوا وياهم. هيدي حرب 100 سنة بكرة بتفتح، 100 سنة ما بدكم إياها، مش لمصلحة حزب الله ولا لمصلحة سيد حسن نصر الله يفوت بمعركة مع هول الناس. هيدي حرب 100 سنة. شو عم تدعيهم؟
عم بدعيهم انه يتركوا سوريا تسقط بالنسبة لإلهم. سوريا هي أنا بالنتيجة عم بدعيهم إلى العودة إلى لبنان وحط إيدهم بإيد اللبنانيين الشرفاء يلي بدهم يبنوا بلد معهم ويحموا لبنان. ما إلي عليها شو عم بيصير برا. نحن وقت جينا قلنا تحييد لبنان وجينا قلنا ما لازم نتدخل بالصراع السوري كان بوقتها حزب الله بعد ما كان فات بالمعركة مزبوط خوّنا نحن من قلب 14 أزار خوّدنا بس حزب خوّنا. الله بس حزب الله عم يدخل بالمعركة أكيد لا في أطراف حتى من السنة المعتدلة بعض بيقولوا أنه في أطراف التيار سنية. المعتدل إذا بدك تحكي تيار المستقبل بعض هن اعترفوا أنه عم يدعموا على الصعيد الإنساني بالحليب وبالبطانيات وبالمساعدات الإنسانية مثل ما قال النائب عقاب صقر كنت معك بالحلقة مين اعترض؟ مين اعترض؟ أنت مرسي أنا اعترض أنا ما بشوف شو بالعينتين أستاذ وليد الخطأ منقول هيدا خطأ بطانيات أو حليب أو مش حليب ما تتعاطوا يا خيي في ناس بدها تطلع لهونيك ما إلكن علاقة فيها ما إلنا علاقة فيها في أكيد في أصوليين عم يطلعوا من لبنان طيب الكل أخطأوا وهيدا خطأ بس أنا بمحل معين في فرق بين ما يكون عندك قيادة طويلة عريضة عم تحمل مسؤوليات تقول إيه أنا عم قاتل هونيك وفي بالمقابل طيار من السبل وقت أنا رحت لعنده تطرح عليه مشروع الحياة قالوا لي نحن معه ونحن ضد التدخل بسوريا وعم بيدعوا الجيش يطلع ينتشر على حدود طيب يا أخي أكيد في بالطائفة السنية أطراف ما لها علاقة بهذا الموقف رايحة وفاتة بالصراع السني وعم نشوف اليوم شو عم بيصير بطرابلس طرابلس عم تتدمر طرابلس اليوم الناس للأسف ملهيين بهالتهريب يلي اسمها الانتخابات وعم ننسى هالناس اللي عايشين بطرابلس بكابوس صار لهم أشهر مين بتحمل مسؤولية بطرابلس يعني كمان طرابلس تحولت إلى معزوفة دائما مين بيتحمل المسؤولية رح لك مين اليوم كنت عم بسمع رئيس الحكومة عم بيقول أنه جيش اللبناني ما هو غطى رئيس المكلف أو المستقيل المستقيل صار عندنا اثنين هلا حكومة المستقيلة رئيس حكومة مستقيل عم بيقول أنه الجيش عنده غطى طيب وأنا بمحل معين بعرف أنه الجيش ما عنده هالضوء الأخضر يلي نحن نطمح أنه يكون عنده أنا عم بسأل سؤال وأنا قدام كاميرايات الام تي في بتمنى حدا يجاوبني على السؤال ليش لحديت اليوم ما اتخذ قرار بحظر تجول بطرابلس بعد الساعة 7 بالليل حدا يجاوبني هذا السؤال شو جيش كبش محرقة يعني من كبه هون وبده يتحاور مع رؤساء المحاور والدولة كلها عم تحاور مع رؤساء المحاور ويدلي رؤساء المحاور ما يزعلوا يا نحن بدولة يا نحن بغابة حكينا بتتذكر قلت لك عن قصة الغابة والمزرعة تذكرها إيه نحن بغابة مش بمزرعة بغابة إيه مزرعة بمحل منظمة. معين بمحل معين إذا حقيقة الحكومة جدية أنه الجيش عنده ضوء أخضر تقول للجيش حظر تجول بعد الساعة 7 ممنوع يكون في زلمة بالشارع وينتشر الجيش بكل المنطقة وكل واحد بيبين باروتو بيروح من لم من بيته نقطع السطر ليش لحديت اليوم مش عاملين ناخد القرار هل بتعتبر انه في قرار سياسي حقيقي هون ليش تركين اهل طرابلس رهينة بين ايدين مسلحين ليه انا بدي اسألك برأيك ليه خي تلفن هداك نهار الوزير كرامي فيصل كرامي فيصل كرامي تلفن انا لقيتها شغلة طريفة بس بنفس الوقت معبرة قال لهم بونجور معكم عم تلفن بدي الدولة اللبنانية انا عم تلفن من الخارج انه هو بطرابلس صار بخارج لبنان عم بتلفن الدوله اللبنانيه حدا يرد علي وهو بالحكومه في خمس وزراء من يا اخي هو بالحكومه في خمس وزراء من باي بلد عايشين انا ثورتي اليوم يلي حكيت عنها ب 7 نيسان ثوره حزب الكتائب هو على كل منطق الا منطق ضد كل منطق الا منطق انتو جزء من هذا النظام يعني وقت بتقول انه حضرتك سوداء انا معك حلوة السوداء بس انتو جزء من هذا النظام من هالسيستام يعني يلي راكب بالتالي كيف واحد جزء من النظام وعم بيقول انا ثائر على هذا النظام صرنا 5 سنين طارحين شعار تطوير النظام صرنا 5 سنين طارحين
معضلة السيادة. صرنا 5 سنين 7 سنين عم نحكي بموضوع السلاح، عم نحكي عن فرض سلطة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية، عم نحكي بالحياد، عم نحكي عن اللامركزية، عم نحكي ببناء الدولة، عم نحكي بتعديل الدستور وتطويره. بس احنا هيدي المعركة بدنا نخوضها مثل ما نحن بنعرف نخوضها، مش على طريقة غيرنا، يعني طريقة الميليشيات والخروج عن السلطة وخروج عن الدولة. نحن ما نخوضها من داخل المؤسسات بس من دون سقف. نحن نخوضها من دون سقف بقول الحقيقة، بدنا نخوضها بالرهان على الرأي العام الحر وقول كلمة الكلمة الحرة للناس باستمرار. هيك بدنا نخوضها نحن المعركة، وهذه ثورة حقيقية، ثورة من داخل النظام لتطويره. طيب رح نرجع نحكي عن هيدي بالتفصيل، بس بدي تأختم معك موضوع طرابلس. من يتحمل مسؤولية بالنتيجة؟ الحكومة. يعني الحكومة المستقيلة؟ أكيد الحكومة. إيه؟ أكيد. قلت لك وين الحكومة تتحمل مسؤولية يا خي. عم بعطيك مثل وزير بالحكومة، عم بعطيك مثل رئيس حكومة اليوم كان عم بيقول أنه عنده ضوء أخضر. خي وينه؟ يلا الجيش اللبناني طوله وعرضه، عملوا حظر تجول واسمحوا لهالضباط يعملوا شغلهم. وحاجة بقى نحكي حكي بلا طعمة، في طرق، في يا اعلان حالة الطوارئ يا حظر تجول بكل بلدان العالم. هيك بتضبط حالة مثل هاي؟ حاجة بقى نهرب. طيب ما دام حكيت عن موضوع الحكومة انه لازم حكومة تتحمل مسؤولية، طيب بدنا نحكي عن الوضع الحكومي، لانه بلشنا نحكي ورحنا الى الوضع في سوريا والوضع حزب الله، وانما بعد فاصل اعلاني تاني. نحن وبالفاصل الإعلاني وصل خبر ورد على بعض المواقع الإلكترونية إنه في اتجاه لعقد جلسة لهيئة مكتب المجلس بكرة، وبالتالي هيئة مكتب المجلس تدعو إلى اجتماع يوم الخميس طبعا لبحث موضوع التمديد. شو رح يكون موقفك من التمديد إذا طرح؟ نشوف كيف رح يطرح أي صيغة التمديد، بناء عليها رح نناقشها ونشوف شو هي. ونحن أكيد همنا أنه يكون أكيد مربوط بجلسة تشريعية لإقرار قانون جديد، تنشوف شو رح ينطرح بناء عليها من ناخد موقفنا. الصيغة كما يبدو هي سنة ونص، تنشوف تتوقع تنطرح أسباب موجبة طبعا، بيكون في كل الإشياء انطلاقا من المواضيع الأمنية لكل القضايا، وأنه شرط الاتفاق بهالسنة ونص على قانون جديد للانتخابات. خليها تنطرح رسميا ندرسها نحن حزب. نرجع المكتب السياسي والحزب، المكتب السياسي بيقرر شو بس التوجه. بس منك معارض يعني من الهيئة، يعني من كلامك منك معارض. شو بدي أكون مع الستين ومع هيدي التهريبة؟ مع شو بدي أكون؟ والتمديد منه تهريبي ما كان واضح كلامي؟ بلا بس التمديد منه تهريبي حسب تهريبي. أي تمديد إذا بده يكون مربوط بالاتفاق على قانون جديد، وعم نعطي وقت للحكومة تتحضر حالها وتتحضر وللإدارة اللبنانية تحضر الانتخابات ونعمل هيئة إشراف ونعمل شيء مثل الخلق ونعمل انتخابات ديمقراطية بكل معنى الكلمة، ما في بديل تاني. مين كان بيتمنى نوصل لهون؟ ما حدا، بس وصلنا لهون. طيب ما بدي أرجع لا ما بدنا يعني. بس بعد سؤال، يعني وقت منقول إنه 60 يطعن به وهيدي أكيدة انطلاقا من الأمور المسلوقة هلأ اللي عم توصل، بس أيضا التمديد ألا يمكن طعن به؟ حتى رئيس الجمهورية عم بيقول أنا بدي أطعن. نشوف حسب شو هو التمديد. حسب كيف بدها تكون. حسب شو هو إذا التمديد مفتوح من دون. لا سنة ونص. حسب بشو مربوط، مربوط بجلسة تشريعية، مربوط حسب بشو، شو هو وكيف شو 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 الصيغة النهائية تبعه. ما في تمديد بالمطلق. أكيد نحن ضد تمديد بالمطلق. بدي يكون محدد، بدي يكون معروف شو ضوابطه، بدي يكون فيه ضوابط. وهيدي رح ندرسها بكرة بس ينطرح علينا شيء واضح. طيب كنا بلشنا بالفقرة السابقة بالحديث عن الحكومة، مين برأيك بيتحمل مسؤولية التأخير بتشكيل الحكومة؟ أول شيء الدستور اللبناني، لأنه من ضمن الإصلاحات يلي عم نطالبها نحن بقصة تطوير النظام هو أنه لازم ينعطى لرئيس مكلف فترة محددة تيألف حكومته، وإلا لازم يعتكف. وبكل بلدان هيك، يعني بكل بلدان وقت يتكلف بده ينضبط بوضع، بده ينعطي شهر، بينعطي شهرين، بتكون مهلة محددة، وبنهاية هالمهلة إذا ما قدر ألف ساعتها بده يعتكف.
ما تنسى وقت حكومة الرئيس مئاتي قدي ضلت 5 أشهر يمكن أو 6 أشهر مزبوط. حكومة رئيس حليلي ضلت كمان. 4 أشهر ما بيصير يا خي ما هيدا بهالوقت في في حياة بدها تمشي موازنة بدها تنقر يعني نحن نحن بعدنا هلا عم نشتغل على موازنة 2010 تقي في قصص عن جد ما بيصير بدستورنا في قصص بدها حسم بس هيدي ما كانت محسومة بقبل الطائف وحتى بالزمن ما بعد الطائف وما كانت توصل لها كان غير ايام لانه كان في فصل صلاحيات واضح اليوم ما عاد في فصل صلاحيات لانه بالطائف انعملت الترويكا وانربطت الصلاحيات ببعضها وصف عندك 3 رؤساء ومتضاربين صلاحياتهم بعض وما حدا يقدر ياخذ قرار بشيء قبل الطائف كان رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية بالتالي كان عنده قدرة على حل البرلمان كان عنده قدرة على 100,000 شغلة للخروج من هالمعضلة اليوم الصلاحيات متضاربة وبالتالي عم نوصل كل فترة على التعطيل وعلى الفراغ يلي من 7 سنين اليوم صرنا عايشينه شي 6-7 مرات انت اليوم مع اي حكومة ما تنسى استاذ وليد الفراغ بانتخاب بالرئاسة الجمهورية اللي ضاينت تتذكر بعد انتهاء ولاية الرئيس لحود قدي بينا بلا رئيس بعدين الحكومات المتراكمة يلي بقيت تصريف أعمال وبقينا بحالة فراغ حكومة 3 مرات وهلأ عن جديد عم نرجع نعيشها وهلأ وصلنا على فراغ نيابي هيدا كمان نتيجة أول شيء ضغط السلاح أكيد لأنه كان له دوره بكل هالعملية وتاني شيء موضوع دستور اللبناني يلي ما بيحط ضوابط ويلي ما بيحط مهن شو موقفكم من الموضوع على تنتخطى هيدا من أي صيغة حكومية مطروحة يعني حزب الكتائب أي حكومة بده نحن خي عم نجي نقول إذا القصة مربوطة كانت بالانتخابات ومربوطة بكرة بالتمديد يعني إذا أنت مددت 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر بدك حكومة انتخابات مكونة من غير المرشحين بدهم يحضروا انتخابات بعد 5 أشهر تيكون عندك حكومة حيادية تقدر تأمن هالاستحقاق أما إذا بده يكون تمديد أطول ساعتها ما فيك تعمل حكومة انتخابات بدك حكومة تقدر تحافظ على تكون قادرة وهذه الكلمة اللي استعملها الحزب اللي هي كلمة كتير مهمة قادرة على ضبط البلد قادرة على أنه بمحل معين تقول ستوب لكل هالناس يلي فلتانين كل واحد على راسه بس السؤال الكبير أنه شو ما كانت الحكومة اللي بدها تتألف إذا حزب الله مقرر يكمل معركته برا وبعد في كمان بالجهة الثانية ناس عم تطلع تدعم المعارضة بسوريا من الطائفة السنية من المتطرفين يطلعوا لفوق وتعتكس الأزمة السورية على الداخل اللبناني ما في ولا حكومة فيها توقف طب شو يعني حكومة حيادية ما يهون السؤال انه وقت ما نقول حكومة قادرة حكومة شو قادرة يعني بدهم يتفقوا اللبنانيين بالعربي المشبرح خيي انه يجوا هالقيادات يجوا يقعدوا بهالحكومة ويقولوا بدنا نجنب لبنان وإذا ما في قرار بتجنيب لبنان المشكلة يلي عم نوصل له ولا هالحكومة ولا غير حكومة ولا الحيادية ولا الإنقاذية فيها تعمل حي الله شيخ ما قعدوا على طاولة الحوار أو بهيئة الحوار ما طلع منهم شيء عندك خي أوكي ليه ما طلع منهم شيء ما طلع منهم شيء ما طلع منهم شيء لأنه خي بمحل معين في عندك فريق خرج من إعلان بعبدة وقرر يفتح معركة برا شو بنعمل شو بتعمل سيد حسن نصرنا شو بتعمل قال لك نحن بمرحلة جديد اليوم كيف فيك تتعاطى مع هيدي الظاهرة كيف فيك تتعاطى يعني أنا اليوم معلش خلينا نحكي شوي عن المعضلة الشيعية لأنه هي مهمة جدا أنا كثير حللت وفكرت بالمعضلة الشيعية لأنه عندي كثير أصدقاء من الطائفة الشيعية وأنا بما أنه درسنا جدا موضوع تجربة اللبنانية وشعور كل طائفة من الطوائف تجاه اتفاق الطائف وتجاه الوضع الحالي صرنا لمحل نحن مقتنعين أنه في بمكان معين باتفاق الطائف في غبن طائل هالطائفة بالذات وأنا بالنسبة لي مشكلة حزب الله عندها بعدين في البعد الداخلي والبعد الخارجي البعد الداخلي هيدا بعد لازم كلنا سوا كلبنانيين نكب تنجرب نحله مثله مثل المعضلة المسيحية يعني في معضلة مسيحية ومعضلة شيعية باتفاق الطائف بدهم معالجة هولي بالنسبة لإلي أنا ما بفتكر
يمكن لا حتى يمكن مجلس الشيوخ يعني بيتلقسوا كمان ما بس هيدي ما عليها ما ما افتكر حدا معترض عليها هي كلها ولا التأخير لكن لحد هلا لازم نباشر فيها خليني كمل لك بالنسبة لي البعد الداخلي لحزب الله هي شغلة كتير مهمة وللطائفة الشيعية بشكل عام في شيء لازم يتعالج وهذا الشيء لازم يتعالج لبنانيا تنبحث كيف بدنا حقيقة نخلق شراكة حقيقية بين اللبنانيين ما حدا يحس أنه هو إذا بدك درجة تانية بلبنان مين ما كان يكون بس مشكلة مش هون المشكلة بالبعد الخارجي ويا ريت هالبعد الخارجي نخلص منه تنقدر ننكب على البعد الداخلي ونعالجه المعضلة الداخلية بتتعالج تتعالج بمؤتمر وطني تتعالج بقعدة كلنا سوا مع بعض نعمل ندرس هالدستور ندرس التجربة اللبنانية ونشوف كيف فينا نعطي حقه لكل إنسان بلبنان ولكل مجموعة الفرد الإنسان المعطر ياخد حقه وبنفس الوقت محافظ على حقوق المجموعات الموجودة بس بنفس الوقت المعضلة الخارجية عم تمنعنا أن نعالج المعضلة الداخلية يعني ارتباط حزب الله مثل ما هو أعلن سيد حسن نصر الله امبارح بهذا المحور ودخوله بالمعترك السوري وبنفس الوقت ارتباطه بإيران بموضوع مثلا وقت أرسل طيارة أيوب على إسرائيل أعلن المسؤول الإيراني أنه وصل له صور هالطيارة يلي يعني هذا بيدل أنه في ارتباط استراتيجي وهن ما عم بيخبوها هن عم بيعلنوها طيب طالما هالارتباط هالقدي عضوي تيوصل لمحل أنه يربطك تجاه إسرائيل بمعركة ضد إسرائيل وبمعركة إيران مع إسرائيل وإلى آخره ويربطك بالصراع السني الشيعي اللي عم بيصير بالمنطقة وبالصراع السوري ما هتقدر بقى تعالج المشكلة الداخلية اللي نحن حابين نعالجها فأنا حقيقة ونحن بحزب الكتائب عنا هالمعضلة أنه من ناحية حابين ننظر لهالمعضلة النظام السياسي ولمشكلة الشراكة يلي الطائفة الشيعية عم بتعاني منها بمكان معين حابين نبحث فيها ولكن ارتباط بالخارج تبع حزب الله عم يمنعنا أنه نقدر نعمل هذا الشيء لأن ما عم تقدر تحكي من الناد للناد ما عم تقدر تحكي من الناد للناد يمكن بيعتبروا أنه ما راح تعطوهم شيء هني بيعتبروا أنه بالنتيجة يمكن إذا بعدين بدهم يحصلوا على صعيد النظام السياسي انطلاقا من كمان الحفاظ على سلاحهم لأنه هذا اللي عطيهم القوة في سبيل التعاطي مع بقية المكونات بس هذا شيء غلط لأنه في كتير لبنانيين اليوم بيرفضوا يتحاوروا مع حدا حاطط فرد على الطاولة وهذا شيء طبيعي بدك تروح على طاولة مفاوضات ما فيك تروح ما فيك تكون مفاوضات حقيقية بيصير فيها هيدا بالقانون بطلان لأنه ما في الإرادة منا حرة وتكون قاعد على طاولة حدا معه فرد والآخرين ما معهم فرد ما رح تكون إرادة حرة بيقولوا لماذا بيستعملوا هالفرد بالداخل بس مش مزبوط لأنه استعملوه بسبعة أيار مش مزبوط بيقولوا لأنه كان في استهداف للمقاومة فيها وبالتالي كان بمجال الدفاع عن النفس انتقال وليد بيك جنبلاط من ضفة إلى ضفة هو نتيجة الضغط العسكري مش مزبوط هذا السلاح استعمل ضد لبنانيين خلص سقط هذا الشعار مشان هيك بمحل معين محروق قلبنا لأنه لبنان ما رح يزبط إلا بالشراكة بين الكل بنفس الوقت خيي كل هالمنطق مضروب ومنطق تطوير النظام ومنطق الحياة الديمقراطية بلبنان مضروب لأنه بمكان ما في شيء خارج عن المنطق يلي هو السلاح ويلي هو ارتباط حزب الله بإيران ودخوله بالمعترك السوري بهذا الشكل العلني والفاضح أنا كنت حبيت إذا مزبوط بده حزب الله عنده مشكل مع اللبنانيين يلي بيعتبرون أنه عم بيتدخلوا بالأزمة السورية كنت حبيت يجي حزب الله يقول أنا خيي ما رح أتعاطى بالأزمة السورية تعوا يا لبنانيين حطوا إيدكم بإيدي كرمال تا نوقف ونحيد لبنان من هذه المعركة وساعتها كانت أصبحت مشكلتنا نحن وحزب الله مع الآخرين مش مشكلة الكل مع حزب الله طب دايما وقت اللي بينحكى مشان هيك بس دايما وقت اللي بينحكى عن علاقات خارجية بتركز دائما على حزب الله وعلاقته بإيران ليه ما بتحكوا كمان عن تيار المستقبل وعلاقته بالمملكة العربية السعودية ليه ما بينحكى عن هذا الأمر ليه ما بينحكى أنه إلى أي حد إجت كلمة سر فجأة تتعلق بالرئيس تمام سلام ومشوا كل القوى السياسية بمشروع إيصال الرئيس تمام سلام إلى رئيس الحكومة هذا الكلام عم بينحكى بس خليني أقول لك وجهة نظري بالموضوع نحن ضد سياسة المحاور نحن ضد أي ارتباط بأي أحد ولكن الواقع اليوم أنه الأطراف السنية بالبلد عندها علاقات مميزة مع القوى السنية بالمنطقة والقوى الشيعية بالبلد عندها علاقات مميزة مع
قوى شيعية وقوى محلية بالمنطقة. نحن يلي كنا منتمنيه وزيد عن هيك بعض القوى المسيحية, المسيحية كمان عندها علاقة مع إيران صار, وبعض القوى المسيحية الأخرى عندها علاقات مع السعودية ومع قطر ومع دول الخليج للأسف. إيه لا بدنا نحيد يعني القوى المسيحية, خليني جيب كلنا سوا في هذا المغطس. اسمعني لأنه هذا موضوع كتير مهم. نحن ضد سياسة المحاور بلبنان, نحن ضد ارتباط أي فريق بالخارج. بس عمليا اليوم في ارتباط عم بيخليك تفوت بحرب, وفي ارتباط عم بيكون ارتباط عضوي وعسكري وعم بيعرض لبنان إلى الخطر, وفي ارتباط ما بنعرف قدي مدى إذا بدك تأثيره إلى آخره. أكيد له تأثير ونحن ضد هذا التأثير, بس في تأثير يلي بنعرفه بميلة معينة, وفي بميلة تانية عم هالتأثير عم بيجرنا إلى حرب. نحن ضد اثنين, نحن ضد اثنين. نحن مع أنه المسيحيين يحيدوا حالهم من هذا الصراع ويلعبوا دور إيجابي بلبنان, يكونوا صلة الوصل بين السنة والشيعة بلبنان, مش يكونوا جزء من الصراع. هيدي إذا المسيحيين موحدين شيخ, بس أنا منهم موحدين. بس المشكلة اليوم لأنه في مثل ما بيقولوا في مسيحيو الشيعة وفي مسيحيو السنة. للأسف نحن بنعتبر أنه كحزب كتائب نعتبر دورنا أنه المسيحيين بلبنان يكونوا بهيدي المعركة واقفين على الحياد, عم بيحاولوا يوفقوا بين الطرفين ويكونوا عم بيلعبوا دور إيجابي لتحييد لبنان من هيدا الصراع. أنا برأيي أهمية المسيحيين على الحياد بهذا الصراع. بلا نحن على الحياد بهذا الصراع. كيف أنتوا على الحياد؟ نحن عنا رأينا. ايه؟ أكيد عنا رأينا. نحن ضد نظام قتلنا ودمرنا واحتلنا وسرقنا بلادنا, بس نحن ضد دخول لبنان أو أي فريق لبناني جزء من هذا الصراع. عظيم. قوى 14 أدار هون, هل هي جزء من هذا الصراع؟ نعم أم لا؟ وقت اللي حكيتك عن قوى 14 أنا برأيي أدار, أنا برأيي قوى 14 أدار عملت نقلة نوعية, لأنه بلشت بالأول متحمسة جدا, وكنا نحن بوقتها مثل ما بيقولوا العنصر المشاغب, لأنه كنا عم نتحفظ على أنه 14 أدار تروح كتير لبعيد بهذا الموضوع. أنا اليوم شفت أنه الكل رجع عم بيحكي اليوم بالنائب النفس, الكل شجع النائب النفس وعم بيحكي بتحييد لبنان وبنشر الجيش على الحدود ومنع المقاتلين إلى الدخول من إلى سوريا والعكس صحيح. بالتالي أنا برأيي اليوم 14 أذار رجعت, وبرجع بحذر ما لازم 14 أذار تروح بهذا الاتجاه. بأي اتجاه؟ تروح باتجاه التدخل بسوريا. ما عم تعملها بالأساس. ما عم تعملها. أنا بيقولوا إنه موقفه سياسي كان. كان في بعض التصاريح. تأييد للثورة السورية. كان في بعض التصاريح. أنا برأيي أنا تخطيت مبدأ الحياد ومبدأ النائب النفس. كان في بعض التصاريح تخطيت. أنا برأيي هالتصاريح ما عدنا عم نسمع اليوم. اليوم صرنا عم نسمع كله نداء إلى تحييد الساحة اللبنانية. بس برجع بقول لك نحن ضد سياسة المحاور, نحن ضد ارتباط, وكتر خير الله نحن ما عنا أي ارتباط, ونحن كتير فخورين ويمكن فقرة من وراء هذا الموضوع لأنه ما عنا ارتباط بحدا, ونحن منشجع كل الأفريقا بدءا بالمسيحيين يلعبوا دور إيجابي لتوحيد نفسهم وحماية لبنان وتوفيق بين الأفريقاء المتصارعين بلبنان انطلاقا من ثوابت ومبادئ قيام الدولة في لبنان والسيادة والاستقلال في لبنان. هذا يلي نحن نطلبه, هذا يلي منتمنيه, لأنه إذا نحن كنا جزء من هذا الصراع ما بقى في حدا يوقفه. إذا نحن ما لعبنا دور الحكم وما لعبنا دور الإيجابي بهذا الصراع رح نصير جزء من هذا الصراع, رح نصير جزء من المشكلة مش جزء من الحل. لازم نحن نكون جزء من الحل مش جزء من المشكلة. إذا المسيحيين وأنتوا جزء منهم عجزتم عن التوصل إلى قانون انتخاب واحد, كيف بدكم تلعبوا هالدور الاستراتيجي؟ يعني دور صغير للوصول إلى قانون توافقي فشلتوا. نحن نبني سياستنا على الأمل وعلى تحميل الجميع المسؤولية, خلي الرأي العام يحكم. نحن ما في مهرب من هيدا التموضع المسيحي, وغير هيدا التموضع رايحين على مشكل. بدك تكون جزء من الحل وجزء من المشكله, مش اذا اليوم تكون جزء من الحل هي صعبه بدك تصفي تخضع على الامر الواقع وتصير جزء من المشكله. انا اليوم بدي ضلني عم ناضل وضلني عم بشتغل لنكون نحن جزء من الحل مش جزء طيب من سؤال بهال. ومهما كلفت وشو ما صار رح نضلنا عم نجرب, عظيم. ورح نوعد الناس
لأنه ما بدنا حدا يفكر أن نحن يئسنا، بالعكس تمام، نحن ما منيأس، نحن نضلنا عم نجرب مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، تاب الآخر الرأي العام هو يجر كل هالقيادات إلى المكان يلي نحن مقتنعين أنه الرأي العام بدهن إياهن، بدو إياهن يكونوا فيه. حلفائك ب 14 أدا من المسيحيين، هل هن بهذا التموضوع نعم أم لا؟ ما بعرف، بدك تسأل الدكتور رجع. أنا ما شغلتي أيام، برجع بقول لك ما شغلتي أيام، كل واحد شو كيف هو، كل واحد هو بيحكي عن حاله. خير أنا سألت دكتور جعجع هذيك الجمعة، بدي أسألك إلك ما شغلتي أيام، ما بعرف علاقته. أنا بعرف مدى ارتباط دكتور جعجع بحي الله فريق لبناني أو غير لبناني، هو زلمة حر يعمل مني قاعد معه بالبيت. نفس الشيء جنرال عون، أنا ما بعرف شو مدى منك عارف أو عارف ما بدك تحكي. لا ما بعرف خير، شو أنا قاعد معه بالبيت او بس عندي بس عم بتشير انه عم تدعيهم، عم تدعيهم وقت وقت اللي عم تدعي انه وكانه عم تتهمه. لا لا ما عم تهمه، انا عم بجي خيي، برجع بقول لك خيي انا مني بمنطق اتهام، بحكي كلمه الحق يا خيي، وكل واحد حمل مسؤوليته من وريكو بالرايع. برجع بقول لك انا بتمنى من الكل نجرب كلنا سوا نلعب دور توفيقي ايجابي بلبنان. المسيحيين هيدا دورهم، دورهم هو الجمع، مش يكونوا جزء من البروبلم من المشكل. مشان هيك انا برجع بقول لك انا ما بعرف مدى ارتباط كل الافرقاء بالقوى المحليه والدوليه، مني بكواليسهم انا، بس انا شغلتي انتوا قوى سياسيه بتعرفوا كواليس بعضكم البعض. انا شغلتي اقول اذا بدنا نحكي بالواقع، خليني اقول واقع. انا شغلتي اقول انه اليوم المسيحيين ما عم يلعبوا هالدور. ليش كيف كل واحد شو حسابته ما بعرف، انا اللي بعرفه من منطلق اللي أنا وقعت فيه اليوم، أنا اللي عم شوفه أنه المسيحيين ما عم يلعبوا دور توفيقي وحكم، كانوا قادرين يلعبوا لو اتفقوا على الانتخابات، ولو كانوا قادرين يلعبوا على كل كانوا شيء قادرين يعني يلعبوا لو رجعوا على الثوابت الوطنية يلي نحن من آمن فيها، يلي هي ثوابت الحياد، تعددية، بناء الدولة، رفض السلاح، وانطلاقا من هون هالمبادئ وهالثوابت منا لوحدها كانت خلت الحياة اللبنانية تكون منتظمة أكثر. بس حتى فكرة الحياد البعض قالوا أنه كان الناس كلها سواء أو القوى السياسية مشغولة بقانون الانتخاب، أنتوا كنتوا عم تعملوا برمة حول موضوع الحياد وشملت هالجولة حزب الله. وكثير من الناس بوقتها أنا يعني أنه سمعت هيك من التعليقات أنه شو رايحين تعملوا عند حزب الله يلي هو معني جدا بالملف السوري وصار منخرط للأخير بالقضية السورية. نحن أهم من كل هالانتخابات هو نحمي لبنان. وقتها نحن برمنا على موضوع الحياد هي كانت خطوة تنقول لكل الأفريقاء اللبنانيين حيدوا لبنان بأصعب وقت، لبنان بحاجة لإله للحياد. في أكتر وقت من هلأ لبنان بحاجة لإله للحياد؟ رح تقولي مش هيدا هو الوقت المناسب للحكي بالحياد مع كل الأفريقاء؟ إذا هلأ ما حكينا بالحياد متى بنحكي؟ وقت يكون لبنان بألف خير؟ هلأ بحاجة للحياد. كنت عم بتقلي بحجة برؤيتك النظرية، هلأ برؤيتهم الواقعية تجاوزوا بكتير هالطرح هيدا. كنت عم لحظة بوصل لك يا حزب الله، عم بحكي أنا عن توقيت بالمبدأ بالتوقيت. توقيت طرح الحياد، إذا هلأ مطرحني متى نطرحه؟ علما أنه فكرة الحياد مطروحة من السبب بس ما حدا التزمها بلبنان. اثنين هيدي فرصة تكل الأفريقاء إن كانوا حلفائنا أو أخصامنا بالأخص المسيحيين يقولوا نحن ما بدنا نكون جزء من محاور، بدنا لبنان على الحياد. كنت عم تسألني هيدي فرصة، عم تسألني أنت مين برأيك مقتنع بالخروج من منطق الحياد ومين جزء من محاور مين ما جزء من محاور؟ طرح الحياد هو فرصة يقبلوا فيه كلهم. نحن طرحنا أول ناس جينا قلنا خيي نحن ما بدنا المحاور، ما بدنا سياسة المحاور، بدنا لبنان على الحياد. جينا قلنا لهم تفضلوا هذا اقتراح تعديل دستوري لإقرار الحياد رسميا، يمكن ما ينكر اليوم، يمكن ما ينكر بعد شهرين، بس على الأقل نمضي على الورقة، نمضيها. وهذا الطرح نعطى للطيار ونعطى للقوات ونعطى لحزب الله ونعطى لطيار المستقبل تنحط كل الناس تدي مسؤولياتها على نص خطي. ما بقى تصفي القصة كل واحد يتخبى وراء إصبعه ويجي يقول لك خبرية ويبرر لك ويشلك. خي خلص في نص واضح، هل أنت مع تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية؟ إيه أو لا؟
وقت تمضي يعني ايه؟ اذا مضيت يعني لا. مضيوا على اعلان بعبده ومين نفذ؟ خي اوكي انه بدنا نعمل يعني بعبدة. المهم انه نجمع وراء فوق بعضها. لا معلش خلينا نجمع وراء فوق بعضه. فرق ما يكون ورقه هي اعلان بعبده نص ما عنده اي قيمه دستوريه نص وفرق بعته على الامم المتحده سوى وثيقه فرق من ما يكون فرق ما يكون دستورك خليه يكون دستورك خي خليه يكون دستورك ايه دستورنا على الحياه بدنا نحط بدنا نحمي لبنان ما بقى بدنا نورط لبنان نرجع بازمات جديده عشناها 58 كيف جرينا لبنان على 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 الجمهوريه العربيه المتحده شفناها بال 75 كيف جرينا لبنان الى 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 كمان صراع المنطقه شفناها اليوم كيف عم بتصير بسوريا حين الوقت نحن نتعلم من اخطائنا ونعرف كيف بدنا نصحح اخطائنا البعض بيقول انه نظريه الحياد يلي عم صح حزب الكتائب تناقض كثير المبادئ التي تستند عليها قوى الرابع عشر من الأذار لأنه قامت هي على مبدأ بالنتيجة أنه الصراع مع المحور السوري الإيراني يلي له الزراع العسكرية هون حزب الله رح نحكي عن هذا غريب لأنه الأمين العام اللي حكيت عنه أصدرت بيان دعت كل القوى إلى التوقيع على اقتراحنا بتحييد لبنان بالتالي ما بفتكر هذا الشيء اللي عم تقوله صحيح لا أنا عم بسألك عن فلسفة 14 أذار فلسفة أنا بحكيك عن بيان صدر بالتوافق بين كل القوى اللبنانية 14 أذار بكل بيان بكل أسبوع ما بتحكي عن المحور السوري الإيراني يا خيي نحن شغلتنا نعمل واجباتنا أوكي. بمعنى أنا معك بهالواجبات مش عندنا خيي إذا في تناقض غير محل كل واحد يتحمل مسؤولية لا البعض بيقولوا أنه التناقض عندكم أنه إذا هيك مأمنين حقيقة بالحياة نسحبوا بال 14 أذار أوكي إذا هذا لأنه 14 أذار لا تقوم على الحياة خيي خلي 14 أذار تقلنا بننسحب نحن بننسحب طيب رح نرجع نحكي عن هالموضوع وما طبقه نحن بنحكي قناعاتنا خيي داخل 14 برات 14 تحت الطاولة فوق الطاولة على السقف نحن وين ما كنا بنحكي زيت الكلام طيب غيرنا حر يحكي اللي بده إياه نحن بنحكي زيت الكلام طيب رح نكمل معك ما تبقى من كلام وإنما بعد فاصل إعلاني أخير لهذه الليلة شيخ سامي معروف تاريخيا أنه حزب الكتائب كان دائما من المؤيدين أو الداعمين لرئيس الجمهورية انطلاءا من دعم موقع رئاسة الجمهورية شو حقيقة موقفكم اليوم من رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان؟ نحن إلى جانب الرئيس سليمان بنعتبر أنه هذا أول رئيس عم بيلعب دوره بمكان معين ومن آمن أنه عم أول رئيس بعد الطائف بعد الطائف أكيد بعد الطائف ولو لا لا أكيد بعد الطائف إيه بس تنوضح يعني. عم بيلعب دوره بشكل عم بيحاول يكون يوفق بين كل الأفرقاء ويحافظ على الدستور ويحافظ على القانون أكيد مطلوب دائما منه أكثر بس عم بيشتغل ونحن نتمنى له التوفيق ومزيد من العطاء مزيد من عطاء هل هذا يعني مقدمة إلى التمديد البعض بيقولوا أنه إذا طرح التمديد وكما يبدو بده يطرح الخميس المقبل تمديد لمجلس النواب سيؤدي حكما بشكل أو بآخر إلى التمديد لرئيس الجمهورية لأنه إذا ما قدرتوا تتفقوا على قانون جديد للانتخاب كيف بدكم تتفقوا تلتين لحتى تأمنوا نصاب جلسة رئاسة الجمهورية هذه معضلة كبيرة معضلة عم نعيشها كل مرة لا بفتكر اليوم رئيس جمهورية هو بده يدرس خياراته وقتها يقرر شو بده يعمل بموضوع التمديد وكل هالأمور ندرسها يعني برجع بقول لك ما بدي اشتغل على فرضيات يعني طيب انطلاقا من كل هون هل فينا نعتبر انه الطائف سقط نهائيا يعني عم نشوف كل هالفشل بالنظام السياسي اللبناني هل هذا يعني بالنسبة لكم على الأقل ان الطائف فشل نهائيا أنا برأيي الطوائف فيه كتير صغرات وهذا موقفنا وعم نقوله من سنة 2008 أعلن عنه حزب الكتائب بلسان رئيسه وبعدنا على نفس الكلام فيه كتير صغرات ولكن برأينا أنه بالخطوة الأولى هي تطبيقه يعني في كتير بنود باتفاق طائف بعد ما طبقت نحن بالنسبة لنا أول خطوة لازم نعمل هو تطبيقه كاملا يعني إقرار اللامركزية يلي موجودة إنشاء مجلس شيوخ ممارسة الحياة الديمقراطية مثل ما هي مكتوبة باتفاق الطائف هي مقدمة لتطوير
بعدين اتفاق الطائف. يعني نحن منؤمن أنه الخروج من كل هاي المعضلات يلي موجودة اليوم طرحناها نحن باجتماعات مع الرئيس بري، طرحناها كحزب كتائب، أنه الخروج من كل هاي المعضلات هو السير بتطبيق الدستور. تطبيق الدستور يعني إقرار اللامركزية وإقرار مجلس الشيوخ، وإذا أقرت اللامركزية وأقر مجلس الشيوخ بيصير البحث بقانون انتخاب أسهل بكتير. واليوم القانون موجود صار مع عند رئيس الجمهورية، عنده فريق عمل اشتغل برئاسة بفتكر الوزير بارود وأنتجوا قانون لامركزية كتير مهم. أنا برأيي لازم ينطرح ينبت مثله مثل مجلس الشيوخ ويكون الانتخاب فيه على أساس لقاء الأرثوذكسي، كرمال يكون عنا هالمؤسستين موجودين، يصير عنا مؤسسات محلية بكل منطقة، بيصير ساعات البحث بقانون انتخاب أهون بكتير من ما هو اليوم. شو اللي عم يمنع تحقيقه هالأمر؟ في ما بعرف، يعني قبل خلينا نحكي في زمن الوصاية السورية 15 سنة مش الحال، بعد زمن الوصاية السورية صرنا 8 سنين، مع ذلك ما شفنا حقيقة أنه في أي تقدم على الصعيد. ما في ولا سبب ليش عم توقف، يعني اليوم صار في تقدم. يعني رئيس سعد الحريري بمقابلته الأخيرة مع مارسيل غانم قال أنه هو مع إنشاء مجلس الشيوخ ومع اللامركزية ومع الزواج المدني وإلى آخره، هذه خطوة متقدمة. وليد بيك جنبلاط باجتماعات لجنة بكركي كمان طرح موضوع مجلس الشيوخ وإقرار اللامركزية وإلى آخره. القوى المسيحية بفتكر كلها موافقة، ما بفتكر حدا رح يعترض إن كانوا طيار أو إن كان القوات أو غيره. ما بعرف وين بعد العقدة، ما في قرار واضح من حزب الله حول هذا الموضوع ولا من حركة أمر. إن شاء الله تكون هيدي باب الخروج، وأنا بدعي رئيس الجمهورية يروح بهذا الاتجاه، نطلع من معضلة قانون انتخابات بحلول شاملة أكثر وبحلول جذرية أكثر، وبنفتح أفق بقى حيجي مسكرين على حالنا قانون انتخابات مين رح يروح مين رح يخسر. لا، نفتح، نعمل لامركزية، نعمل مجلس الشيوخ، يصير في ضوابط للنظام السياسي، تمشي حياتنا الديمقراطية أفضل. هيدي كلها بتسهل إذا بدك تكوين أو إعادة تكوين الدولة اللبنانية على أسس صحيحة. ما دام حكيت عن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، كيف صارت علاقتكم فيه؟ أنا علاقتنا ما اهتزت. ما اهتزت بس منا كتير فيها حرارة. لا بالعكس، علاقتنا كتير منيحة، وأنا اتصلت فيه كذا مرة بآخر فترة وما في أي مشكلة. يعني تحسنت؟ ما كان في مشكلة تتحسن، بس البعض بيقولوا إنه منا بالحرارة المطلوبة. لا كتير منيحة العلاقة، بس برجع بقول لك نحن جماعة خيي ما بنتعاطى بالعواطف، بنتعاطى بالمبادئ وبالثوابت وبالمنطق. بس لازم تكونوا متفقين معهم بالمبادئ والثوابت. قلت لك، انا ذكرت لك ما نطرتك تسالني، انا قلت لك نحن موافقين. هيدي الخطوه اللي عملها باتجاه اللامركزيه وحياد لبنان، ذكر حياد لبنان سعد الحريري، فهيدي قصه 14 اذار بدك ترجع له لقله، هو طرح الحياد. لبنان اولا، لبنان ثالثا، لبنان ثانيا، لبنان ثالثا، هو شعاره كانت شعار الانتخابات لبنان اولا، بالتالي هيدا حياد بتحكي عن لبنان اولا. يعني انت ما بدك ترتبط، مزبوط؟ انا ما عم بحكي عن ارتباط 14 كمان، عم بحكي وقت بيشددوا على موضوع المحور. طيب العلاقه مع النائب وليد جنبلاط؟ علاقه كثير منيحه مع الكل. نحن جماعة علاقتنا منيحة مع كل الناس، نختلف مع كتير ناس بالسياسة، نتفق مع كتير ناس بالسياسة، بس نحن ما عنا حقد ولا عنا مشاكل شخصية مع حدا. وكان في رجعنا إذا بدك اشتغلنا نحن على تسوية كل الخلافات التاريخية مع كل الناس. يعني نحن بالعلاقة مع سليمان بيك كان هدفنا نحن نطوي صفحة سوداء بتاريخ المسيحية، وافتكر أنه نجحنا أنه نطويها، واليوم صار في بيت كتائب بصغرتها، ورجعوا الناس يحكوا مع بعضهم، بيختلفوا بيتفقوا غير موضوع. اليوم مختلفين، إن شاء الله بكرة نرجع نتفق، بس وقتها يكون في حقد. حتى إذا اتفقت بالسياسة ما بيعود فيك تتفق، ما بيعود فيك ترجع تلحم. بس البعض كتير على فيسبوك وهيك وتويتر انه انتقدوا، قال على اي اساس انه هالعلاقات الوثيقه مع تيار المردة، انه قضيه انه بيت كتائب بصغرتها وقضيه هالقضايا، عم بيقولوا انه شو بيجمعكم فيه انتم انطلاقا من مبادئ ثوره الارز. انا اللي قلت لك اياها بالمبادئ والثوابت عندنا اختلاف كتير كبير، انا عم بقول لك اياها مش ناطرك تسالني. بس نحن
ما بقى في حقد وهذا المهم خي وقت يوقت يكون في حقد بينك وبين حدا يكون في قطيعة ولا ممكن توصل لمحل تقدر تتفق مع هذا الشخص لأنه أصلا ما في حكي سوقت يصير في حكي بصير في إمكانية توصل يمكن أن يؤسس طب اليوم أنت مع مؤتمر تأسيسي للبنان أنا مع تنعمل على خطوتين أول خطوة تطبيق دستور إقرار لمركزية وإقرار مجلس الشيوخ يلي هني ضمن الدستور وبالمرحلة الثانية معالجة موضوع السلاح والانتقال إلى مؤتمر تأسيسي لأنه بلا مؤتمر تأسيسي لبنان رح يضلوا هيك بس هذا المؤتمر التأسيسي ما بدنا إياه مع سلاح مشان هيك نحن عم نقول خلونا هلا نطبق الدستور بالمرحلة الأولى ننتقل بعدين إلى معالجة موضوع السلاح ومن ثم إلى موضوع تطوير النظام والمؤتمر التأسيسي للبنان برجع بقول بحاجة له كمان إلى أي حد هذا الطرح واقعي يعني البعض بيقولوا أنه وقت بدنا نحكي عن حل معضلة السلاح بهالمرحلة هيدي بينما عم نشوف أنه شو عم بصير بكل المنطقة الصراع السني الشيعي محاولات تفتيت وتقسيم منطقة بالتالي ولا يمكن أي مكون لبناني أن يتخلى عن عنصر قوة هو مستند عليها بهذه الفترة وبهذه المرحلة أستاذ وليد أنا برأيي اليوم علينا نحن نكون عارفين لوين بدنا نوصل وشو خطنا استراتيجي اوكي بس اليوم في حاجات بدنا نطلع فيها وهي اولويه بالنسبه لنا اولويه بالنسبه لنا حمايه لبنان لانه حمايه لبنان يعني استقرار لبنان استقرار لبنان يعني شغل شغل يعني ناس عم تقبض مصاري شغل يعني في ناس اليوم عاطله عن عمل رح تصير عم تشتغل يعني عم تفوت مدخول على عيالها يعني عم تقدر تفوت ولادها على المدرسة يعني عم تقدر تدفع فاتورة الكهرباء وفاتورة البنزين وفاتورة التليفون هيدا بالنسبة لأن اليوم الأولوية حماية لبنان تحصينه واستقراره هيدا الأهم بالنسبة لأن لأنه همنا اليوم هو الناس الناس اليوم عم تكفر بلبنان ناس اليوم ما معها تمشي ناس اليوم متضايقة هيدا هو الهم تبعنا اليوم وهذا ما بيتحقق وما فيك تعمل خطوة إلى الأمام فيه إلا ما تأمن الاستقرار والاستقرار ما رح يتأمن طالما نحن عم نجر حالنا إلى صراع السوري وطالما ما ضبطنا حدودنا وطالما في سلاح منتشر على كل أراضي اللبنانية وطالما ما في قرار جريء من الدولة اللبنانية اللي ضبط السلاح فكله هيدا بالنسبة لنا مربوط بالاستقرار كان الشيخ بيير جميل جدا يقول أعطيه الاستقرار للبناني وترك له الباقي هو بيهتم بالباقي ومعه حق معه حق خي يتركوا هالناس تعيش الناس تعترت تبهدلت صار لها 30 سنة عايشة مش عارفة بكرة شو بده يصير خلونا نعطيهم فرصة لهالناس يرجعوا يبنوا اقتصاد لبنان يرجعوا يبنوا حالهم يرجعوا يوثقوا أنه بلبنان ممكن يكون في حلول الناس يأسانة تعبانة أنا هيدا الهم تبعي اليوم مش هيك عم نركز على الاستقرار مش هيك عم نركز على الحياد مش هيك عم نركز أنه ما بقى حدا ينجرع سياسة المحاور ولا بطلت عم تركز على الفيدرالية يعني بمرحلة من المراحل كنت عم تركز على الفيدرالية نسيتها مهضوم كتير مهضوم هيدا السؤال كتير نحن خي عم نجي نقول بوضوح الخطوة الأولى لا مركزية الخطوة الأولى تطبيق بس فترة كنت عم تقطع الفيدرالية أوكي ما لنا مسبي الفيدرالية هلأ اللي عم نعيشه أحلى يعني تقسيم أحلى لا أنا قلت لك مسبي طول بالك نحن عم نجي نقول في مشكل نظام بلبنان هيدا المشكل النظام بينحل بثلاث خطوات أساسية تحييد لبنان شوفوا هون لا مركزية تعددية حياد هول الثلاث إذا بدك عناصر يلي ممكن لبنان يقوم عليهم منا مضطرين نروح على الفيدرالية اللا مركزية فيها تكون حل مهم تضل الدولة وحدة مهم يضل جيش واحد مهم تضل المناطق اللبنانية كلها مفتوحة على بعضها مهم أن نحصن كل ما يجمع اللبنانيين مع بعضهم ونقوي شعور الانتماء إلى الوطن والانتماء إلى المواطنية وبنفس الوقت نعطي الخصوصية ونعطي الحرية لكل إنسان يعيش مثل ما هو بده يعيش يعني بلبنان يعني صارت عندك اللامركزية بديل ممكن عن الفيدرالية أنا برأيي إيه أنا برأيي اللامركزية كافية لأنه كلمة فيدرالية بتخوف ما بدنا نخوف حدا بس برأيك كل المنطقة مالنا رايحة على الفيدرالية المذهبية اليوم لا ما بدنا نروح على فيدرالية مذهبية لا المنطقة المنطقة بدنا نقوي شعور اللبنانيين بالانتماء إلى لبنان بدنا نقوي كل ما يجمع اللبنانيين محبتنا لبعضنا بدنا نقويها اعتراف ببعضنا البعض بدنا نقويه
احترام بعضنا البعض بدنا نقويه، القواسم المشتركة بين اللبنانيين، قيم الحرية والانفتاح بدنا نقوي هالقيم المشتركة، وبنفس الوقت بدنا نترك كل لبناني يعيش مثل ما هو بده يعيش، ما بدنا حدا يفرض على حدا نمط عيشه. بنفس الوقت يعني هيدي بتصير أكتر من اللامركزية. لا لا لا، ها هي اللامركزية تتحقق من خلال اللامركزية. ما رح لك شغلة، لبنان بيضلوا مثل ما انك شايفه اليوم، مفتوح كله على بعضه، اللبنانيين عايشين مع بعضهم، فرق الوحيد انه رح تقدر تعطي فسحة لكل منطقة تقدر تنمي حالها مثل ما هي بدها تنمي حالها. عم بتوقف الفساد، عم بتوقف الهدر، عم بتوقف سطو الزعماء الطائفيين على الدولة، سطو على أموال الناس. كل شيء اللي عم نشوفه اليوم، الناس تحولت، اللبنانيين تحولوا الى شحادين عند زعم الطوائف، هذا بيوقف باللامركزيه. وقت يصير عندك انت مجالس محليه منتخبه بكل منطقه توقف الشحاده، ما بتعود بقى انت عم تتلكا عبواب الوزراء كرمال تاخذ حقك بمستشفى او بي او بي او او بمدرسه او بجامعه، بتصفي المناط، كل منطقه عم بتامن لكل اهل منطقتها مقتضيات الحياة أو أسس الحياة، شروط الحياة. بس برأيك الاتجاه، يعني تدختم الحلقة، الاتجاه العام بالمنطقة ألا ينبئ بأنه الاتجاه معاكس؟ يعني بمعنى أنه رايحين أكثر فأكثر نحو نوع من أنواع التقسيم للكيانات يلي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى. ضد التقسيم من الآخر، نحن ضد التقسيم، نحن 10452 مقدسين، وحدة اللبنانيين مقدسة، ولكن بس إلى أي حد نجحت هالتجربة؟ ولكن كندا كيف شايفها أنت؟ منيحة أو مش كتير؟ وين عم بيسافروا هلا؟ من أي ناحية؟ خلينا نقرر وين عم بيسافروا اللبنانيين، عم بيسافروا خلينا بس حتى وقت ما نقول 10452 يعني شعار حلو، بس بالنتيجة إلى أي حد نجحت هالتجربة؟ طموح اللبنانيين يروحوا لوين اليوم؟ بحبوا يروحوا على أمريكا دولة فيدرالية، بحبوا يروحوا على كندا، بحبوا يروحوا على أستراليا، بحبوا يروحوا على الإمارات. الإمارات شو هي؟ دولة شو؟ دولة اتحادية. شو؟ اتحادية، إمارات عربية متحدة. بالتالي هالدول هاي شايفها مقسمة أنت؟ لا. شايف الإمارات مقسمة، شايف كندا مقسمة، شايف أمريكا مقسمة، أنا شايفهم مقسمين، ما بعرف رأيك يعني، أنا بالعكس شايفهم هن حلم اللبنانيين يروحوا لأنه عظيم، بس نحن الموحدين، نحن الموحدين بالظهر، نحن مقسمين أكيد. ليه؟ ليه؟ لأنه نحن عم نحن نظامنا نظام وضع اللبنانيين بحالة صراع. نظامنا السياسي الوحدوي المركزي وضع اللبنانيين بحالة صراع على هذه الدولة. مين بده يحط ايده عليها؟ وهل سيستمر؟ كل واحد بده يحط ايده عليها. وهل سيستمر برأيك هذا الصراع او في مجال للوصول؟ ما رح يستمر الا ما نطور صيغتنا الدستورية، الا ما نقر اللامركزية التعددية وحياة لبنان. النائب الشيخ سامي الجميل، بدي اتشكرك على هذا اللقاء. ايضا بدي اتشكر، بدي بس اقول شغلة، بدي اتوجه لكل يلي بعثوا لي مساجات على موقع الفيسبوك تبعي وعلى موقع تويتر، بدي اشكرهم على صراحتهم، لانه هيدي الصراحه عم بتساعدني، عم بتدلني على اخطائي، والانتقادات عم بستفيد منها كرمال تصحح الاخطاء يلي ممكن نكون عم نرتكبها. وبدي اقول لهم انه اللي بدي اقول لكل اللبنانيين ولكل الشباب، انه نحن ما رح نيأس قد ما نشوف اليوم الحاله صعبه، ما رح نيأس، نحن رح نضلنا عم نشتغل، وشو ما كلفت، لو بتكلف دمنا، لو بتكلف حياتنا، في شباب لبنان مقامنا بلبنان، بدنا نضلنا عم نقامي بلبنان، هاي بلد بلدنا، ما رح نتركه لحدا، ما رح نتركه للزعران ولا للحرامية ولا يلي بدو يخربوه، بدنا نعطيه للناس الأوادم يلي بدهم يطوروه ويعيشوه بسلام، هول هن الناس يلي بدنا نسلمهم اللبنانيين، ما بدنا نسلمهم لا للزعران ولا للناس يلي بدهم ياخذوه على الخراب. طيب مدام قبل ما نخلص، بس لأنه حكينا عن قضية مقدمة نجدة، شو هو اللي زعجك بمقدمة نجدة؟ قرية وبتشوفها أنت. لا أنت أنت. أنا صرت قرية. أنت أولى. ما بدي أقولها. لانه صرت 3-4 مرات طالب منك انك تقولها. لا ما رح اقولها، الام تي في هي محطه عزيزه علي، مشان هيك وقتها مثل ما بيقولوا العتب على قد المحبه. وانت عزيز، بس انه بدنا العتب على قد المحبه، بدنا نعرف على شو هالعتب، بس منك حبيب تقول. على كل حال نرجع بنتشكرك كمان، بدي اتشكر الاصدقاء المشاهدين على متابعه هالحلقه بموضوعيه، طبعا لقائنا يتجدد اثنين مقبل، تصبحون على خير.
you.